أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة لقاءات، ومعنا موضوع خطير ومهم للغاية حول العلاقة بين مركز تكوين الذي أنشئ مؤخرا وجمع الملاحدة وأعداء الإسلام مثل إسلام بحيري ويوسف زيدان وإبراهيم عيسى وفاطمة نعوت، والنواصب الجدد بقيادة طه الدليمي وصابر مشهور، وكذلك الفرقة الحدادية ورؤوسها الآن محمد شمس الدين والخليفي وعبد الرحمن دمشقية وعدد آخر. معنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس تحرير مجلة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وعضو الأمانة العامة للهيئة العالمية لأنصار النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أستاذ محمد في هذا اللقاء. حياكم الله يا أخي مصطفى، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الله يحييك وبارك فيك. أستاذ محمد، أنت الذي اخترت هذا العنوان، أنت الذي اخترت هذا العنوان، كشف العلاقة بين تكوين والحدادية والنواصب الجدد. أول سؤال أبدأ به، لماذا اخترت هذا العنوان؟ ومعلوم أن تكوين مثلا مؤسسة محاربة للإسلام بشكل صحيح، تقدم طريقة جديدة لنقد الإسلام ونقد ما يقولون نقد التراث والمفاهيم الإسلامية، وعندنا النواصب الجدد يدعون الدفاع عن الإسلام وعن السنة وعن الدولة الأموية والانتصار للدولة الأموية المظلومة، وعندنا الحدادية يدعون الدفاع عن منهج السلف وعن صفات الله سبحانه وتعالى وكذا. كيف جمعت بين هؤلاء جميعا؟ هذا هو أول سؤال. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية يجب أن يعني أرجع الفضل بين قوسين إلى أهله، فحقيقة هذه الحلقة فكرتها أصلا تعود إلى المقطع الذي سمعته، مقطع من حلقة إسلام بحيري على قناة تكوين، لعلنا نعرضه بعد قليل، لأن هذا المقطع لإسلام بحيري هو يعني فيه خلاصة المسألة أو المعركة السياسية. كيف هذا؟ الآن الحكام الذين يحكموننا نحن، وكذلك من ورائهم الدول الغربية، الأمريكان والأوروبيين، هؤلاء الناس لا يهتمون أصلا بال يعني الصراعات الفكرية أو الصراعات في سياقها الفكري. المهم بالنسبة لهم هو الصراعات دي ما هي نتائجها في الواقع. تمام؟ فلذلك ستجد أنه من مكر الغرب أنه يستخرج لنا الصراعات داخل الأمم التي غزاها، طبعا في حالتنا هذه في الأمة الإسلامية، ثم يترك الأطراف المتفاعلة لكي تتصارع، يعني هو يضع القنبلة التي تنفجر داخليا في المسلمين. يعني مثلا لما الإنجليز كانوا عايزين يسقطوا الدولة العثمانية، فالمستشرق وخبير إنجليزي اسمه ألفريد سكالمت بلانت، رجل مشهور يعرفه هو الباحثون في الاستشراق، كتب كتابا عن مسألة الخلافة وكيف ينبغي أن ننقل الخلافة من العثمانيين إلى العرب، وإن المسلمين دول عندهم حديث اسمه الأئمة من قريش، وبالتالي فهذا الحديث مدخل جيد لكي نحاول نزع الخلافة من العثمانيين الأتراك إلى العرب، ولتحريض العرب تحت ظل هذا الحديث إذا وجدنا من الأشراف العرب من يقوم معنا بهذا. فهو دلوقتي هل هو كان يدافع عن السنة؟ هل كان يدافع عن الإسلام؟ هل كان يريد تطبيق الشريعة هذا الإنجليزي الذي يفكر؟ أبدا. طيب هل المسلمين غفلوا عن هذا الحديث ونسوه؟ هذا الحديث أصلا متواتر، موجود في البخاري ومسلم وفي غيره، جمع له الحافظ ابن حجر 40 طريقا. إنما هو ما يهمهوش الحديث صحيح ولا ضعيف، متواتر ولا مش متواتر،
يهم أن هذا الحديث يمكن الآن بنشره وترويجه تحريض العرب والعمل على إسقاط الخلافة العثمانية، وهو ما حصل فعلا، وحرضوا بهذا الشريف حسين، وكان هذا الحديث أداة إنجليزية لإسقاط الخلافة العثمانية. بغض النظر، المستشرق ما يهموش دلوقتي الحديث صحيح ولا ضعيف. طيب، الإنجليز مثلا لما احتلوا فلسطين، أنا الآن بدي مثال تاني، القدس كان فيها 4 مفتين، وكان لها محافظ القدس اللي هو موسى كاظم الحسيني. ماذا يفعل الإنجليزي؟ اخترع منصبا جديدا اسمه مفتي عام القدس، وجاء بأمين الحسيني. ما هل هو هل أمين الحسيني كان عميلا؟ لا، ما كانش عميل، بل فيما بعد سيكون من مجاهدي الإنجليز. لكن الغرض من اختراع هذا المنصب أن يعني تصنع صراعا داخليا بين مفتي عام القدس والمفتين الأربعة، وبين مفتي عام القدس أمين الحسيني، وبين ابن عمه موسى كاظم الحسيني الذي كان يتصدر في ذلك الوقت لمشروعات التغريب. يعني مثلا احنا في وقتنا المعاصر، اقول لك على مثال كلنا يعني بعض الناس تضطرب فيه، لكن هو شديد الوضوح. ليه امريكا تحتمل من الايرانيين ومن الحوثيين ما لا يمكن ان تحتمله من اهل السنة؟ يعني ليه امريكا بتسمح مثلا للايرانيين بالنفوذ في العراق والنفوذ في دمشق والنفوذ في اليمن؟ لأنه لا يمكن للأمريكي أن يرى صراعا موجودا داخل العالم الإسلامي بين سنة وشيعة ولا يسعى للاستفادة منه. لا يمكن. أنت شوف الآن الصراع السني الشيعي ماذا فعل في العراق، ماذا فعل في الشام، ماذا فعل في اليمن. فلا يمكن الأمريكي يرى صراعا داخليا ويحاول يحله. صحيح إيران الآن في تسابق، يعني في عداوة مع الإسرائيليين، في صراعات نفوذ، الإيرانيين بيحاولوا يكونوا دولة إقليمية قوية، يعني في قدر من التهديد على المشروع الغربي والامريكي، لكن لا تسير امريكا ابدا في اطار انهاء النظام او اسقاط النظام في ايران او انهاء التهديد، لا، تظل تراوحه في المساحه اللي ممكن ايه تحجمه فيها. لكن نعم. ايران تتخ لكن امريكا تتخذ قرارا بانهاء المشروع الشيعي او تهديد المشروع الشيعي، تبقى هي اللي خسرانه، لانها بهذا الشكل نزعت عنصر تفجيري مهم يمكن استثماره داخل العالم الاسلامي. وانت شفت امريكا لما دخلت افغانستان ولما دخلت العراق كم خسرت، لكنها لما ادارت الصراع من بعيد كما هو الحال في اليمن وفي سوريا كم كسبت. يعني لم يقتل من الامريكان احد في سوريا ولا في العراق، قصدي في سوريا ولا في اليمن، انما كانت المقتله هي المقتله الايه نعم الاسلاميه الداخليه، يعني السنه والشيعه مع بعض. فانا الذي اهتم له الان، ونحن الان نتحدث في طوفان الاقصى، طبعا انا فعلا اخجل من ان اتكلم ولا ارد على صابر مشهور ولا شمس الدين ولا غيره، والذي يحصل في غزة، حتى موضوع تكوين ربما أتردد في الكلام فيه في ظل ما يحدث في غزة، لكن حقيقة إسلام بحيري في فلتة لسان مهمة جدا قال بأن مركز تكوين هذا هو بمثابة المصل أو بمثابة الفيروس الذي صنع لكي نتجنب به موجة الإرهاب القادمة، يعني تفاعلا مع ما يحصل في فلسطين. هو هذا هو الذي يهم السياسي الذي يرسم السياسات. يعني الامارات حين تدعم تكوين وكذلك الاطراف الاخرى، ولا اريد الان ان اسميها، حين تدعم شمس الدين وبتاع العقدي والجماعه الحداديه، ولا تدعم فيما بعد صبر مشهور وغيره، هؤلاء لا يهتمون بتفاصيل هذه الامور وهذه القضايا، وانما يهتمون باثارها العام، اثارها على الامه الاسلاميه. فكلما استطعت أن تشعل معركة داخل المسلمين، كلما كان هذا مفيدا للسياسة التي تريد تحجيم المسلمين. يعني أنت تعرف أنه صدر كتاب الإسلام المدني الديمقراطي، وقبل ذلك تقرير رند المشهور بتاع 2003 اللي هو صناعة شبكات إسلامية معتدلة. هم الناس دي عايزين فعلا إسلام، وعايزين فعلا إسلام معتدل، وتقارير أمنية خطيرة وضعت، يعني غربية وضعت 5 خيارات أمام الغرب لصناعة إسلام معتدل يوافق الحداثة. هل هم يريدون اسلاما صحيحا؟ يعني يريدون فعلا تجديد الاسلام؟ لا، هم يريدون ما هو المصل الذي يمكن من خلاله يمكن حقنه، او ما هو الفيروس الذي يمكن حقنه في هذا الجسد الاسلامي لكي ينشغل بنفسه. فاسلام بحيري اشار الى انه مركز تكوين هذا احد اهدافه هو التعامل مع موجه الارهاب القادمه، وطبعا يسميها موجه الارهاب، بيقول الناس دي خصوصا تفاعلا مع اللي بيحصل في فلسطين، وبعد ما هيخلص اللي بيحصل في فلسطين
احنا امام موجة ارهاب، ولذلك يجب ان نعالجها من الان، ولذلك كان تكوين. نعم، وطبعا هي موجة صحوة نفس هذا وليست الكلام، إرهاب، طبعا نفس هذا هذه الكلام، ما صحوة الذي يجمع إسلامية. بين اسلام البحيري وبين شمس الدين والخليفي وبين دليمي وصبر مشهور؟ انهم ينقلون المعركة دائما الى داخل الامة الاسلامية. يعني العلاقة الواضحة ان كل هؤلاء الثلاثة جهات على رغم اختلافهم يرون ان الامة ضلت، الامة ضلت. اسلام بحيري شايف ان الامة ضلت من اول ما اعتنقت الاسلام اصلا، يعني من اول ما اعتنقت الاسلام وبقى فيه اسلام وبقى موضوع فلسطين موضوع اسلامي، هذا ضلال وده غلط، ويجب ان نتخلى ونعمل زي اوروبا ونتخلى عن الدين. تيجي مجموعة الخليفة وشمس الدين تلاقي الأمة ضلت من أول ما عظمت أبي حنيفة ومن أول ما عظمت النووي ومن أول ما عظمت السيوطي، الأئمة المتفق على جلالتهم، الأمة ضلت حين عظمتهم. فهو الآن يحاول تصحيح مسار الأمة، يعني الأمة ضلت. تروح عند صابر مشكور هتلاقي برضو الأمة ضلت من أول ما بقى الحاكم النيسابوري عالم من علماء المسلمين، والآن يعني رأيت له قبل كم يوم حلقة عن الإمام الذهبي، وقبل يعني في نفس اليوم رأيت له حلقة عن الإمام الواقدي، مش الإمام الواقدي، هو الواقدي راوية يعني يعني متروك في الحديث على سعة علمية في التاريخ، بس هو عايز أراد أن يشوه في حلقة الواقدي هارون الرشيد، قال إن هارون الرشيد هو الذي أمر الواقدي بتزوير التاريخ الإسلامي. هذه تهمة خطيرة. فإحنا حين نسقط هارون الرشيد اللي هو يعني النموذج المثالي في الدولة العباسية، وحين نسقط الذهبي اللي هو رجل في التاريخ كابن تيمية كده في باب العقيدة وفي باب الفقه، يعني ابن الذهبي لا يعرف قدره لأن المجال بتاعه مجال متخصص شوية. حين نسقط هؤلاء العلماء فالأمة لا تتكلم الآن في صراعنا مع الصهاينة حقيقة. لا، إحنا يا جماعة سقطنا أمام الصهاينة، وسقطنا أمام إيران، وسقطنا أمام الاحتلال الأجنبي، لأن لدينا أصلا فيروس داخلي، لدينا عيب متوارث، لدينا جينات قديمة. فاكر أنت اللي بيقولوا لك يعني إيه، نحن سقطنا لأننا لأنه كان هناك معركة صفين، ولأنه ذبحت الشورى أمام الصحابة والتابعين. وطبعا أيام 67 اللي يفتكر واللي يقرأ مذكرات الناس دي، إحنا اتهزمنا علشان أصلا لغتنا العربية لغة عاطفية مش لغة علمية، واتهزمنا من أول ما انتصر ابن حنبل على المعتزلة، واتهزمنا لما انتصر الغزالي على الفلاسفة وابن رشد. فهنا تنتقل المعركة من معركتنا مع الصهاينة ومعركتنا مع الغربيين، اللي هي المعركة التي تستطيع أن تجند فيها كل الأمة، لكي تكون معركة داخل الأمة. لا، تعالوا نصحح طريقنا من أول ما شفنا أن أبو حنيفة إمام متبوع فقد ضللنا، من اول ما شفنا النووي امام متبوع ضللنا، من اول ما كان الحاكم النيسابوري من علماء الحديث ضللنا، من اول ما هارون الرشيد زور التاريخ الاسلامي ضللنا، من اول ما الذهبي كتب التاريخ وبقى مجامل كما يقول دمشقيه وبقى بينشر التشيع كما يقول صابر منصور ضللنا. فكل هذه الجهات الثلاثه رغم اختلافها تصب في نهر واحد، وهو انه ينبغي الامه ترجع الى نفسها لتصحح مسيرتها. فنبدأ بقى نقول الصحابي هو الذي أخطأ، وعلي هو الذي أخطأ، أو معاوية هو الذي دمر الشورى، وكذلك الأئمة من حين أبي حنيفة إلى الحاكم إلى الذهبي إلى ابن تيمية وهكذا. فالدور الخطير الذي تقوم به هذه الفئات الضالة هو تضليلها للأمة، انحرافها عن المسار العام للأمة. ولا يمكن أن تجد أحدا منشغلا بقصة صفين وقصة معاوية وقصة النووي، لا يمكن أن تجده مجاهدا، لا يمكن. هو خلاص هو دخل في معركة هي معركة آمنة، أولا معركة ليس لها خطورة، لا تعرضه لتكاليف سياسية ولا أمنية، ودخل في هذه المعركة لأنه يريد أن يصحح عقيدة الأمة أولا، يريد أن يصحح تصور الأمة وتفكيرها أولا. فخلاص ترك العدو وانتبه إلى إخوانه والأئمة والعلماء والفقه وهكذا. هذا باختصار شديد. نعم، جزاك الله خيرا أستاذ محمد، وشكرا لك على هذا أتمنى التوضيح. لو عندك فيديو إسلام بحيري تعرضه يا شيخ مصطفى. طيب أنت سمعني أولا؟ لأنه أنا نعم. حاسس إن أنت مش سامعني. طيب لا، سمعت. نبدأ بعرض فيديو إسلام بحيري، وفعلا العامل المشترك بين هؤلاء جميعا هو نقل المعركة داخل الإسلام
وليس مع أعداء الإسلام. طبعا بالمناسبة يا جماعة، هذه الحلقة مليئة بمقاطع الفيديو، يعني احنا النهاردة هنعرض كم هائل من المقاطع، سواء كان مركز تكوين، وطبعا نصيب الأسد لصابر مشهور هو أساس هذا الموضوع لأنه طعن في الإمام الذهبي وتحدث عن هارون الرشيد. فنبدأ بهذا الفيديو. احنا سنترك الآن مسألة شمس الدين والخليفي، لأنه حقيقة هذا الملف قام عليه عدد من الأفاضل، نعم، زي الشيخ حسن حسيني وزي أخونا أبو عمر الباحث وغيرهم ممن ردوا على هذا الضلال يعني، نعم، وكذلك بداعي التخصص، لأنه كثير من الناس كل ما صار مشهور ينزل حاجة يرسلوا إلي، كل شوية أجد غباء جديدا ما شاء الله. نعم. تفضل، طيب خلينا في تكوين الأول. يلا نبدأ بتكوين، وهذا الاعتراف الخطير لإسلام بحيري. مش عاوز أشرح لكم الفيديو، خلونا نسمع، خلينا نشوف. ثواني كده أستاذ محمد. صحيح، عندما تجد أنه لازم أتوقف يعني قل لي توقف هنا، يعني إذا أردت يعني. تمام، هو هل ممكن أشوف معاك الصورة؟ هل ممكن تشوف معايا الصورة؟ هو ممكن تشوفها، بس بصراحة للأسف. خليني كده، أنا خايف على الإنترنت عندك. ثواني كده. طب خلاص لا خلاص، لا لا أنا هحاول خليني أستغل خليني أذني يعني. خليني أنا أفتح لك الصورة الآن. أنت شايف؟ نعم، الآن شايف. طيب الآن سأعرض الفيديو، نبدأ على بركة الله. وفكرة إن الإرهاب انتهى فكرة مضحكة وهزلية، ولازم الأنظمة العربية تتنبه إنه النهاية إنه توقف سطحيا عن التنفيذ، لكن الأفكار الإرهاب الفكري موجود، يبقى بس منتظر فرصة وبتزيد، وفي حاجات أحداث حوالينا سياسية وكده بتعمل تعاطف. بعد ما تنتهي هذه الأحداث هنعاني من موجة إرهاب مرعبة. نعم، توقف هنا كده. أيوة، شوف، هذا هو الأثر الذي يهتم له السياسي. السياسي لا يهتم بالفارق بين السنة والشيعة، ولا الفارق بين من ينكر يعني الأحاديث النبوية أو يثبتها، لا لا لا. السياسي يخشى، السياسيين العرب الآن والأمريكان، على فكرة توماس فريدمان أحد أشهر الكتاب الأمريكان، معروف بيكتب في نيويورك تايمز، يهودي متعصب، من أول طوفان الأقصى إلى الآن تقريبا فكرة واحدة يدور حولها، إنه اللي بيعمله نتنياهو ده يدمر مستقبل إسرائيل. ليه يا عم يدمر مستقبل إسرائيل؟ لأنه كلما أوغل في القتل كل ما جعل عملية السلام مع السعودية أصعب وأشد. حتى وبالتالي فنتنياهو يجب أن يمتص موجة 7 أكتوبر ويبدأ في عملية السلام مع كل السعودية ومع السعودية ومن ورائها بقية العالم العربي، وهذا ما سيجعل يعني هذا ما سيمكنه من تفعيل حصار أفضل على إيران وحلفائه. تمام تمام، فأنا بقول لك السياسي لا ينتبه إلى هذه التفاصيل، وهذا هو ما يخيف الساسة الآن. نعم، إنه الذي حصل في فلسطين سيؤدي إلى انتفاضة شعبية قد تطيح بهذه الأنظمة، وستكون انتفاضة إسلامية. نعم، كمل. إذن انتفاضة إسلامية وليست إرهاب كما يدعي هذا الشخص، هي صحوة إسلامية. نعم، هو يسميها إرهاب لأن هذا دوره. نعم، طيب، لأنه هيبقى الحماسة إن الإسلام اتعمل فيه ده كله وهؤلاء الناس المظلومين، فالحل إيه؟ الدول بالنسبة لهم بتنكس عن العهود ولا تقوم بدورها، فالحل زي السبعينات إن إحنا نعمله بإيدينا، وده اللي معلمهم له ابن تيمية. يعني أنت شايف إن في دورة إرهاب قادمة؟ مرعبة، وافتكروا كلامي ده، بعد ما يتوقف ما يحدث في فلسطين سيكون إرهاب في كل مكان، عقابا على ما في نظرهم تخلي عن القضية من الدول العربية، وفي عقابا للدول أوروبية نفس اللي حصل زي بعد 67 ما حصل هذه الاجتياح الرجعي. يكفينا هذا. طيب يكفينا هذا، تفضل أستاذ محمد. تمام، لا أنا بس أهو يعني بقول لك حقيقة، إذا هذا المقطع هو صاحب الفضل في السبب إن احنا نعمل الحلقة دي دلوقتي. نعم، هذا الرجل بهذا الوضوح هو يقول مركز تكوين، وأضيف إليه إنه دعم هذه الفئات الضالة التي تضلل الأمة ليس له هدف إلا نزع هذه الحماسة وتفتيت هذا الشعور العام، ونقل المعركة من معركة الأمة مع عدوها إلى معركة الأمة مع دينها وتراثها وأئمتها. نعم، وفقهائها. وهذا يعني هذا شكل وهذا أمر لا يمكن أن يسمح بوجود يعني مجاهدة ومقاومة للعدو. نعم، إذن هذا اعتراف صريح من هذا من إسلام بحيري حول هدف مركز تكوين،
ليس الهدف هو كما يقولون تصحيح أو كذا، لا، بل الهدف هو امتصاص هذه الانتفاضة الشعبية أو الصحوة الإسلامية بين المسلمين بسبب أحداث غزة، هو ذكر أحداث غزة وتوجيه الحرب داخل المسلمين وليس مع أعدائهم. هو في فيديو تاني، الفيديو تاني في نفس هذه الحلقة هيقول من أين سيبدأ مركز تكوين الكلام. سيبدأ الكلام من تفتيت الغلاف الإسلامي والفكرة الإسلامية المتعلقة بقضية فلسطين. طيب تمام، شوف كده هو هيتكلم على أنه مين قال أن دي أصلا قضية إسلامية. طيب خلينا نسمع ماذا يقول في هذا المقطع أيضا، والمقاطع النهاردة يعني ما شاء الله. خلينا نسمع. فإحنا القضية كلها مبنية غلط، لكن هنعاني من اللي بمتعاطفين معاها بعد ما تخلص، لأنه بيعاني، لأنه خلاص هيجيلك بقى محمل بالمشاعر، هيسمع له كلمتين زي اللي بيسمعهم دلوقتي بالمناسبة في المنابر هنا وفي فلسطين وفي أي حتة، تشعل وتؤجج في حاجات غير صحيحة، أوهام. القضية لا الإسلام ولا مؤامرة على الإسلام ولا الدين ولا حاجة. واخد بالك؟ هو لكن هيعمل ايه بقى؟ كيف يقنع المسلمين بان القضيه مش اسلاميه؟ هنا بقى ياتي دور يوسف زيدان، وياتي دور اسلام بحيري، وياتي دور بقيه هذه الشله التي تعيد انتاج الصياغات الاستشراقيه بان المسجد الاقصى اللي في فلسطين ده مين قال لكم ان هو المسجد الاقصى المذكور في القران؟ هو مجرد مسجد عادي. المسجد الاقصى اللي مذكور في القران ده في حته تاني. الحديث هو نفسه اسلام بحيري كان ليه لقاء مع عمرو اديب بيقول مين قال اصلا انه يعني هنرجع ننتصر تاني عن اليهود، ودخل في تاويل سوره الاسراء وانتقى من كلام بعض كلام سيد طنطاوي كده ما يحاول ان يفتت به المعنى المستقر في اذهان المسلمين من ان المسلمين سيقاتلوا اليهود مره اخرى. نعم طيب نكمل المقطع. اكمل المقطع. نعم. دي ارض قوميه عربيه انتزعت من اهلها من سنه 48، ويجب ان تظل قضيه قوميه، لكن الاسلاميين كمان شطار قوي ان هم يصدروا لك القضيه من بعيد بشكل اسلامي، فانت تنساقي معاهم وبالتالي تصدريهم المشهد من غير ما تقصدي، بغير علم. يعني فكره المسجد الاقصى هو يحمل رمز القضيه دي فكره فاشله. مال المسجد الاقصى ومال فلسطين؟ بيقول لك مال المسجد الاقصى ومال فلسطين. ما هو انا بقول لك هنا بقى ياتي دور يوسف زيدان واسلام بحيري. اصلا بالمناسبه يوسف زيدان حين يتكلم عن ان المسجد الاقصى المذكور في سوره الاسراء ليس هو المسجد الذي في فلسطين، وحين تكلم توفيق عكاشه، فاكر انت توفيق عكاشه لما قال ان المسجد ده اسمه مسجد الوليد بن عبد الملك او اسمه عبد الملك بن مروان، هو طبعا هو قالها مروان بن عبد الملك توفيق عكاشه. بس يوسف زيدان اصلا جاب الفكره دي من منين؟ جابها اصلا من مستشرق يهودي. المحاولات تفتيت ونزع يعني الصبغة الإسلامية المعنى الإسلامي يجب أن يتم الآن، فتنة العصر يجب أن يتم الآن من خلال تأويل النص، إعادة تأويل وتفسير النص وفهم النص. طيب وهذا هو دور تكوين دلوقتي. نكمل آخر. هل ممكن حد يتعاطف مع فلسطين لو استقر في نفسه انه المسجد الاقصى ده حاجه قوميه ملهاش علاقه بيها، والمسجد الاقصى الموجود في القران ده مش هو اللي في فلسطين؟ زي اي مسجد، هو بيقول لك زي اي مسجد، بعد شويه يقول زي اي مسجد. طب ما هو زي اي مسجد. نعم. ياما مساجد يعني دمرت، امريكا هدمت عشرات المساجد في سوريا والعراق. يعني المساله حتى بعض الحكومات بتهدم مساجد. طيب نسمع هذا الكلام. فلسطين ضاعت من 48 كشعب، كدوله، كارض، لا علاقه المسجد الاقصى، بل ان المسجد الاقصى لا يعني الاسلام في شيء. مسجد زي اي مسجد. بس تفريغ القضية زي أي مسجد وخلاص. ولعلك فاكر الرجل السعودي اللي قال المسجد اللي تحت بيتنا أقدس، أكثر قداسة عندي من المسجد الأقصى. صحيح، قال هذا الكلام. الله يصيبه. وهكذا أنا وهو له أيضا، هو إسلام بحيري له مقطع ثالث. نعم. برضو بيشرح فيه هذه الفكرة، أو يعني بيزيد التأكيد فيه على هذا الموضوع. طيب أنا بس يعني اللي أنا مهتم أقوله يا شيخ مصطفى هنا هو إنه السياسي الحاكم العربي أو الحاكم الغربي لا يهمه التفسير الصحيح للقرآن، هو يهمه يصدر الناس التي تقدم تفسيرا للقرآن وتفسيرا للسنة يخدم أهدافه السياسية بس. فتكوين بتعمل كده، الجماعة الحدادية بيعملوا كده، النواصب بيعملوا كده. طيب معنا مقطع ثالث أستاذ محمد. تمام. نعرضه وننتقل إلى صبر مشهور، لأن صبر مشهور عندنا ليه مقاطع كثيرة جدا وستطول التعليقات، وعايز الناس يجهزوا كده
طيب كوب احنا من ان شاء القهوة الله أو نكون الشاي. اسرع ولا نثقل عليهم ان شاء طيب، الله. المقطع الثالث لإسلام بحيري يتحدث فيه عن الجهاد في فلسطين، ما هو هذا الجهاد؟ نسمع ماذا يقول. مسجد الأقصى والقضية، مين قال؟ لكن احنا لما انسقنا اي ليهم شيء تلبسه لباس خلاص ديني خلاص بيكسبوا بيه الجولة، ما هو رجع لفها لك وعمل لك حماس في 87 فكسب القضية. لأن على فكرة هذا يتفق مع كلامك انه لو لم تكن قضية إسلامية ما فيش حد يهتم بيها، وبيقول لك هو يعني هو خلاها يلبسها لباس إسلامي لأنه عارف ان الناس هتتعاطف. نعم، هو انت دلوقتي لما القضية ما بقتش إسلامية، لما القضية بقت قومية وعروبية، ايه اللي حصل دلوقتي لفصائل المقاومة اللي كانت يسارية واشتراكية؟ يعني راحت فين دلوقتي حركة اختفت. فتح؟ راحت فين الجبهة الشعبية؟ راحت فين الجبهة الديمقراطية؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ لا لا، يوجد لهم أي شيء. هو خلاص طالما انهارت الفكرة الشيوعية وانهارت الفكرة القومية، فحتى الوطنيين اللي هم كل القضية في دماغهم الدنيا والوطن، وحتى دول يمكن شراؤهم ببعض الإغراءات وبعض المكاسب إلا النادر منهم. فلذلك لا يبقى يقاوم في هذا العالم إلا الإسلاميون، سواء في فلسطين أو في غير فلسطين. نعم طيب، أنت شايف القضية الفلسطينية هي حد بيدافع عنها تحت شعار القومية؟ حد بيدافع عنها تحت شعار اليسارية؟ قصدي يدافع يعني يضحي بنفسه؟ مفيش. نعم صحيح. فهو دلوقتي عايز ينزع هذا الإسلام، هو دلوقتي شايف أن الإسلاميين كسبوا الجولة بأنهم إسلاميين، نعم بيقول لك طلعت حماس. طيب نشوف كده. إنه المسجد الأقصى، فالموضوع جهاد إسلامي؟ لا مش جهاد إسلامي، الموضوع مش جهاد إسلامي ولا له علاقة زي بالإسلام الشنطة فيها كتاب دين. بالظبط كده. فالموضوع شعب عظيم له تاريخ عظيم من أيام الكنعانيين اسمه فلسطين، انتزعت منه أرضه، إيه علاقة الإسلام بالموضوع؟ ايه علاقة الإسلام بالموضوع؟ بس ما فيش علاقة للإسلام بالموضوع. وخلي الشعب العظيم، وطبعا بيفخم يعني، خلي الشعب العظيم بقى محصور لوحده كده بلا امتدادات عربية ولا إسلامية، ونشوف كم سيصمد وكم كم سيبقى. نعم، بحب فيش نشوف الناس بيطلعوا من تحت الركام يقولون يعني أشهد أن لا إله إلا الله يعني وأن محمد رسول الله. قصدي نعم أقول لك يعني حقيقة الذي أعنيه وأؤكد عليه في هذه الحلقة، إنه المسألة بالنسبة لصناع السياسة، صناع القرارات اللي عمالين يعرفوا يعملوا دعم ويعرفوا يعملوا انتشار بالملايين لبعض القنوات ويعرفوا يعملوا ذواب إلكتروني، ليس البحث عن التفسير الصحيح، ليس البحث عن العقيدة الصحيح، ليس البحث عن يعني تحرير المسائل العلمية. لا، اللي يهمهم الراجل ده مفيد هاته، تمام، وهكذا. فهذا هو الأمر. دلوقتي احنا لما هنروح مثلا لصابر مشهور، شوف صابر مشهور، طبعا انا بقول كلمة واخواننا بعض اخواننا يعني بيزعل مني وبيقول لي يعني ما تشدش على الناس. انا كنت بقول ان اللي بيسمع صابر مشهور يعني اما جاهل او غبي او الاثنين مع بعض. انا متمسك بهذا الكلام، متمسك جدا فعلا. اللي بيسمع صابر مشهور اما جاهل او غبي او الاثنين مع بعض، ده موضوع تاني. بس الجاهل هذا لو انه فتش وراء صابر مشهور، فبقليل من المعرفة سيعرف أن صابر مشهور يكذب عليه. طيب الذكي حتى لو كان جاهل، الذكي حتى لو كان جاهل، سيرى من كلام صابر مشهور نفسه أنه كلام مضطرب ومتناقض. سيكتشف بنفسه حتى لو ما عندوش فكرة عن الموضوع، سيكتشف بنفسه أنه هذا الكلام مضطرب ومتناقض. الآن مثلا الحلقة اللي هو اتكلم فيها عن هارون، عن الواقيلي، عنوانها بهذا الشكل يا شيخ مصطفى: بأمر هارون الرشيد الواقدي يزور التاريخ الإسلامي. الحلقة اللي استمرت ساعة ما فيهاش ولا كلمة عن توجيه هارون الرشيد الواقدي. ما فيش أي دليل ولا متصور؟ صحيح، لا يوجد أي. أبدا نعم أبدا يعني أنا ما الآن فيهاش أي من دليل. العنوان أستطيع أن أكتشف أن هذا الرجل كذاب وتنتهي القصة. بالضبط، أنا بقول لك حتى لو أنت ما عندكش فكرة مين هارون الرشيد ومين الواقدي، لكن قاعد مركز ومش بايع دماغك للوهم، ومش يعني ايه ما بياخدكش في دوكا كده وقصه انه يعرض لك كتب وبتاع، لو انت واخد بالك عمرك ما هتشوف في الحلقه كلها اي توجيه من هارون الرشيد للواقدي لكتابه التاريخ الاسلامي. على العكس، اصلا هارون الرشيد عرف الواقدي بعد ما الواقدي بقى مؤرخ كبير، لانه اصلا هارون الرشيد ايه بدايه معرفته بالواقدي؟ ذهب الى المدينه والى مكه، قال يا جماعه انا عايز واحد يعني عايز زي ما بيعمل، مش عايز اقول جوله سياحيه، لا عايز واحد يبقى عارف المشاهد والمقابر، يقول لي المشاهد في مكه والمدينه كيف كانت.
يعني مثلا المعركة دي حصلت فين، فلان الفلاني دفن فين، أين كان بيت فلان، وهكذا. الخبير اللي قاعد في المدينة هو الواقدي، فرشح له، تمام، رشح له فدار به على هذه المشاهد. مش يعني انه هارون الرشيد جاب واحد اسمه الواقدي وراح قال له انا عايزك تكتب في التاريخ وعايزك طيب تزور التاريخ الاسلامي، هو عرف الواقدي بعد ما الواقدي كان عالما اصلا، نعم تمام. طيب بس الجزء اللي انا بتكلم فيه هنا ان انت الحلقه كلها التي استمرت ساعه ليس فيها اي دليل على توجيه هارون الرشيد الواقدي بكتابه التاريخ الاسلامي، ويقول لك مثلا في الحلقه الجهاز الاعلامي للدوله العباسيه كان جهاز، واصلا ما فيش كان اصلا جهاز اعلامي للدوله العباسيه، يعني ما كانش فيه اصلا حاجه اسمها وزارة إعلام ولا غيره. وكل الهيصة اللي هو جابها حول إن الواقدي متروك في الحديث، إنما هو من علماء الحديث، يعني العلماء اللي كانوا موجودين في العصر العباسي هم اللي ضعفوا الواقدي. يعني ما فيش حاجة اسمها جهاز إعلامي وجهاز إعلامي مسيطر وبينشر. لا، هو الواقدي لو أنا حابب أقرب الصورة أقدر أقول مثلا زي هيكل في عصرنا الحديث. حد يقدر يقول هيكل ما كانش عنده علم وما كانش عنده سعة في المعلومات والأخبار؟ أبدا مش ممكن. هيكل صحيح يعني أسلوبه في غاية الجودة وفي غاية اللذة، وأسلوبه الأدبي حتى وهو كصحفي في غاية المهارة، والأستاذ الجيل من الصحفيين، ولكنه كذاب لا يوثق به. مين اللي قال لنا بقى الوقت هكذا؟ علماء العصر العباسي نفسه، تمام. فأنا بقول لك بس إنه فعلا لا يتأثر بصدر المشهور إلا جاهل أو غبي، والجاهل بقليل من التفتيش وراءه يدرك كذبه. الغبي يعني غير الغبي، طبعا الغبي ده خلاص ما يعني أمره منتهي ما لهوش حل، لكن حتى اللي ما عندهوش علم وعنده قدر من الذكاء يستطيع أن يكتشف تناقضات صبر مشهور ومن كلامه هو. نعم خليني ما أطولش شوية ونعرض بعض المقاطع سريعا. نعم جزاك الله خيرا. على فكرة كان نشر حلقة بس مش فاكر عنوان الحلقة، برضو قال الإمام مالكي يقول أن كذا 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 كذا، يعني ذكر أن أحد أئمة المالكية تكلم في موضوع معاوية وعلي بن أبي طالب، ويعني انتصر لمعاوية رضي الله عنه. فهو طبعا دخلت الحلقة لم أسمع ولا نقل واحد في هذه الحلقة، أنا والله شاهدت الحلقة كاملة ما فيها نقل واحد، لف ودوران ويعرض لك كتب ويعرض لك الأشياء وتعالوا نذهب إلى هذا وإن شاء الله مش عارف، مفيش حاجة. لا شوف، انا هو طبعا صدر مشهور واخد خط، يعني شوف هتيجي معانا في المقاطع، بس هو واخد خط انه سيدنا علي كان مخطئ وسيدنا معاوية هو الخليفة الرابع الراشد، تمام. هذا كلام لم يقل به احد من اهل العلم، خلاص. فهذا اعتراف من صابر مشهور، هذا اعتراف من صابر مشهور بأنه في واد والأمة في واد تاني. طبعا أنا لما سمعت حلقة الذهبي الأول كنت أريد أن أقول هذا، لكني والحمد لله رب العالمين وجدته يشهد على نفسه بلسانه في بعض هذا مما سنعرض له في بعض هذه المقاطع، إنه يا جماعة الأمة اللي هي موجودة دلوقتي دي ليست على العقيدة الصحيحة. أوه. الناس اللي كانوا على العقيدة الصحيحة هم الأمويين، هم أهل السنة والجماعة، لكن الناس اللي عايشين دلوقتي دول مزيج عقيدة باطلة بين الشيعة وبين السنة، دي العقيدة اللي عملها العباسيين نفس فكرة المدجنة اللي عملها الحدادية نفس بالضبط، يعني في مجال آخر. لكن هو صابر مشهور يعني إيه، فيه اندفاع الصحفي، وطبعا ما عندهوش العلم اللي يخليه ياخد باله ويقف فين ويقول إيه، ما عندهوش الكلام ده، فهو دايس فقالها بصراحة، قال المسلمين اللي موجودين دلوقتي دول فاكرين نفسهم هم أهل السنة، نعم لكن أهل السنة هم الأمويين والعباسيين، هم عملوا إيه ميكس كده في العقيدة بين السنة والشيعة. نعم فممكن تعرض من إيه المقابل. سنشاهد المقطع هذا الخطير ده اللي هو الأستاذ محمد يتكلم عنه إن شاء الله، وإحنا بنتكلم على حلقة الإمام الذهبي، لكن نبدأ في عرض أول المقاطع حول، لا أظنه في الواقدي هيقول كده. طيب خلونا نسمع كده، طيب أهو أهو أول مقطع معنا. طبعا أول مقطع هنعرض المقاطع وأنت تعلق عليها أستاذ محمد سريعا عشان ما نطول الحلقة. فالعباسيين هم مرحلة وسط ما بين المسلمين السنة اللي هم الأمويين وما بين الشيعة اللي هم لونهم الأخضر. فطبعا ما يسمون الآن مسلمين سنة هم ليسوا مسلمين سنة، هم يعني خليط من العقيدة الإسلامية السنية مع العقيدة الشيعية، طلعنا الخلاط الجديد اللي هو إيه بيسموا نفسهم حاليا المسلمين السنة. أوه
بس هو الراجل ريحني والله العظيم بالاعتراف ده، لان انا كنت يعني لما سمعت حلقة الذهبي اولا كنت راح اقول لك الراجل ده، يعني طبعا هو صور مشهور عامل حلقة عن الذهبي عنوانها دور الذهبي في نشر التشيع، فانا كنت رايح اقول لك، او يعني لو كنت طلعت رديت عليه كنت هقول الراجل ده فاكر انه اي حد مش اموي يبقى شيعي، هذا مفهوم كلامي، لغايه لما الراجل ريحنا بنفسه وراح قال بوضوح كده الناس المسلمين دلوقتي اللي فاكرين نفسهم اهل سنه مش اهل سنه. نعم، ده الكلام ده خلاص، كلام خطير جدا. وهذا يعني يكفينا منه اعترافا بانه ضل عن هذه الامه، يعني هو حاجه والامه حاجه تانيه. طب تمام؟ معقول في حد بس يتابعه ممكن بقى ويسمع نشوف اللي بعده. منه هذا الاتهام الخطير للمسلمين السنة الآن؟ وهذا خدمة كبيرة جدا للشيعة بصراحة. هو يريد أن يقول طبعا إنه الأمة الإسلامية هو كلها خدمة للشيعة وخدمة من ورائه للغرب. أنا دلوقتي لو في مكان الأمريكان ولا في مكان حتى أنظمتنا العلمانية دي هبقى سعيد جدا إن صابر مشهور يقول كده. ده واحد يدخل الأمة في معركة مع نفسها ومع تراثها ومع العباسيين، ويستثير من يدافع عن الأمويين أو يشتم الأمويين، حاجة عظيمة جدا إن المعركة دي تشتعل. ممكن أعرض المقطع مرة تانية عشان الكلمة كبيرة جدا، معلش لازم ماشي يعني 20 ماشي، ثانية. هو ثواني، أظن هيكررها يعني، بس تمام ماشي توكل على الله. فالعباسيين هم مرحلة وسط ما بين المسلمين السنة اللي هم الأمويين وما بين الشيعة اللي هم لونهم الأخضر. فطبعا ما يسمون الآن مسلمين سنة هم ليسوا مسلمين سنة، هم يعني خليط من العقيدة الإسلامية السنية مع العقيدة الشيعية، طلعنا الخلاط الجديد اللي هو ايه بيسموا نفسهم حاليا المسلمين السنة يعني. طب مين المسلمين السنة الآن؟ طيب يعني صابر مشهور لما وطه خلاص الدليمي بقى هو صابر ومن معه الذي يثبت ان معاوية الخليفة الرابع وعلي هو الفئة الباقية. ايش هذا انا الكلام؟ بس ما بقتش شايف الصورة، لما انت طيب عرضت المقطع لحد انا ما بقتش عرضت شايف المقطع، الصورة. عرضت صوت فقط معذرة لاني اه نسيت. تمام، طيب طيب ادخل على اللي بعده. ندخل على اللي بعده، وهو يتكلم عن الله المستعان. طيب نسمع هذا الكلام، نسمع. انظروا، مش الطبر ده مسلم سني اهو اهو، ماذا يقول؟ يقول عثمان متأم. طبعا الناس مش عارفه ان الطبر بينقل عن مؤرخ شيعي. هل لماذا فعل الطبري هذا؟ علامه استفهام. هل الطبري مغلوب على امره لان دي الروايه الرسميه للحكومه العباسيه؟ ده موضوع اخر. الإمام الطبري. طيب حلو كده. اه شوف يا سيدي، طبعا انت الان في المقطع الصغير ده اسقطت الطبري. الطبري ده اما انه بينقل عن مؤرخ شيعي وهو جاهل مش عارف، تمام، او بينقل عن مؤرخ شيعي لان هي دي الروايه الرسميه اللي هو مجبر عليها. لو فتحت تاريخ الطبري في مقدمته ستجد الطبري يقول انه يا جماعه هذا الكتاب كتاب ارشيفي، نقلت فيه الروايات الموجوده عن الحدث حتى وان كان فيها ما نستبشعه وما نستشنعه، اوه فانما هو من جهه قائله وقد اديناه الى من بعدنا كما اداه من قبلنا الينا. تمام؟ فهو دلوقتي انت لما تعمل ارشيف وتقول مثلا ارشيف ثوره يناير والارشيف الانقلاب العسكري نشرت الاسبوع كذا ونشرت المصري اليوم كذا ونشرت صوت الامه كذا ونشر احمد موسى كذا، هل معنى كده انك تتبنى هذا من هذا شيئا؟ لا طبعا. طيب الان هذا اليس دليلا على جهله انه مش عارف منهج الطبري في تاريخه؟ بيقول لك علامه استفهام. هذا جهل على منه. فكره هذا المقطع وستاتي معنا مقاطع اخرى مجموعها يكاد يؤكد لنا انه هو ما بيحضرش حلقاته. تمام؟ يعني هو يلقى اليه بالاقتباسات، هو بس بيحطها في صور بعد كده وبيعمل لها الايه؟ الجزء الاعلامي. لكن هو لا يحضر يعني معلوماته بنفسه، لانه اي حد يعني دلوقتي صبر مشهور لو انه قرأ تاريخ الطبري بنفسه وبدأ من اول الكتاب كان هيفهم ببساطه انه الطبري بينقل عن الواقدي عادي جدا في الاف المواضع او مئات المواضع، لانه هذا منهج الطبري زي ما بينقل عن سيف ابن عمر التميمي اللي هو حبيب صابر مشهور على فكره. يعني هو سيف ابن عمر التميمي هو والواقدي الاثنين مع بعض لهم نفس المرتبه عند علماء الحديث، ان هم الاثنين مؤرخين كبار لكن متروكين في الحديث. تمام؟ لكن هو صابر مشهور بيحب سيف ابن عمر ويعتبر كلامه ثقه، وبيترك الواقدي ويعتبر كلامه كذبا. نعم. عكس اسمه ايه؟ الراجل المعارض السعودي ده اللي بقى منحاز للشيعه قصور. اللي هو اللي مسجون هذا؟ لا 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 لا، الرجل اللي موجود في الخارج اللي هو بيظهر على قنوات إيرانية في الآخر في الفترة محمد الأخيرة. المسعري.
ايوه زي محمد المسعري، محمد المسعري يرى الواقدي ثقه. تمام؟ طبعا ما هو كل واحد له ايه؟ له اتجاهه، فالمؤرخ اللي بيجيب لنا اللي احنا عايزينه بيبقى ثقه، المؤرخ اللي بيقول الروايات اللي مش عايزينها بيبقى ايه؟ متروك، ونجيب مصيبة. عليه اقوال علماء الجرح والتعديل. فهو صابر مشهور واخد ايه جنب سيف ابن عمر. الطعن في بس العلماء. الخلاصه هنا انا بقول لك لو انه قرأ تاريخ الطبري كان هيعدي على المقدمه، هيعرف انه الطبري زي ما بينقل عن سيف ابن عمر، زي ما بينقل عن محمد الواقدي، زي ما بينقل عن هشام بن سائب الكلبي، وهكذا زي ما بينقل عن ابي مخلف في اللوط بن يحيى. نعم طيب تمام؟ فخد بالك هيجي معانا مقاطع تؤكد ان هو ما بيحضرش بنفسه وانما تلقى اليه هذه المعلومات. خلينا في اللي بعده. من اللي بعده نشاهد المقطع التالي، نسمع كده ماذا يقول صابر مشهور. ده مقطع ظريف، المقطع بس خلي طويل. خلي الصورة موجودة لو تقدر. طيب نتفضل لو أستاذ محمد. هنا في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، هذا الكتاب هو يعني كل من دخل بغداد بيعمل له ترجمة تاريخ حياته وشخصياته وشيء من هذا القبيل يعني. فيقول استنى يا شيخ محمد، استنى هنا لو سمحت، معلش ارجع سنة بالفيديو، اقرأ كده التاريخ، اقرأ الكتاب اللي وراه اسمه ايه؟ ذيل تاريخ بغداد. ذيل تاريخ بغداد، مش تاريخ بغداد. واللي بيألفه ذيل تاريخ بغداد ابن النجار البغدادي مش الخطيب البغدادي. صحيح، ابن النجار البغدادي اهو على الشاشة يا جماعة. قدامه. أنا بقول لك هذا مقطع أيضا يثبت إنه مش هو اللي بيحضر حلقاته. لأنه لو هو بيحضر حلقاته وماسك تاريخ بغداد هيجيب ليه غلاف ذيل تاريخ بغداد؟ الله، هو شايفين يا جماعة؟ جاياله المعلومة من تاريخ بغداد، راح دور على الصورة، مركزش في العنوان ومركزش في اسم الكاتب، وراح اشتغل يعني ايه؟ اشتغل تأليف بقى، اشتغل تعليق. طب يمكن قال اسم. والا لو هو بيحضر حلقاته بنفسه ممكن يجيب غلاف كتاب هو يعني هو ما قراهوش، ما طلعش منه المعلومة. طب معلش، هو يمكن هو قال ذيل تاريخ بغداد، معلش يمكن لا انا يا بس عم، لا لا اهو لا لا، انا خلينا اتفضل. نسمع تاني، خلينا نسمع تاني. هنا في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. صحيح. بس هذا الكتاب يا جماعة اللي أمامكم الآن هو كتاب ذيل، يعني أهو هو ذيل، أهو ذيل تاريخ بغداد، وهو ليس للخطيب البغدادي وإنما ابن النجار البغدادي. هذا على الشاشة، دي أبسط شيء يدل إن هذا الرجل جاهل بشكل غير طبيعي، يعني حتى الكتاب ايوه ده انا بقول لك انه هو على فكره بعدين هيجيب المقطع فعلا من تاريخ بغداد. يعني العباره الفقره هات الصفحه كده. بص نعم خلينا نكمل الفيديو، كمل الفيديو خلينا نكمل وهجيلك. الفيديو. طيب هذا الكتاب هو يعني كل من دخل بغداد بيعمل له ترجمه تاريخ حياته وشخصياته وشيء من هذا القبيل يعني. فيقول محمد بن عمر الواقدي قدم الواقدي. ايوه هنا جاب، لا هو كاتب الفقره دي في تاريخ بغداد و مش في ذيل تاريخ بغداد. سبحان تمام؟ الله. فانا بقول لك هو واحد حض يعني واحد حضر له او واحد القى اليه، فهو راح جايب الكتاب او يعني حد جاب له الكتاب بقى الفقره دي من كتاب تاريخ بغداد. لكن هو لما جه يحط الغلاف ما خدش باله من انه الغلاف ده مش بتاع تاريخ بغداد، ده بتاع ذيل تاريخ بغداد لابن النجار. نعم. فانا بقول لك هذا مما يؤكد انه الراجل ده مش بيحضر حلقاته بنفسه، وهو يعني رأسه جبل لمن وراءه. نعم تمام؟ فكمل بس طيب الفيديو. نكمل. بغداد وتولى القضاء، وهو ممن طبق شرق الأرض وغربها ذكره، ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره، وصارت الركبان بكتبه في فنون العلم من المغازي، يعني غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول، والطبقات، الطبقات المقصود بها طبقة الصحابة، طبقة التابعين. ممكن نعدي الحتة الصغيرة بلاش الكلام ده يعني، خلاص كده المقطع يعني نكمل. طبقة التابعين وهكذا، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث الحروب يعني التي كانت في وقته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم الرسول، وكتب الفقه واختلاف الناس في الحديث. يعني هو كان يشبه وزير إعلام للدولة العباسية في أيامنا. شوف هنا إيه بقى يشبه وزير إعلام الدولة العباسية؟ واحد عالم موسوعي كتب في الفقه وفي الحديث وفي الطبقات وفي مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. هو كتب، فين هنا يعني اين الاستنتاج اللي بيقول انه ده كان وزير اعلام الدوله العباسيه؟ ثم انه بدأ في الكتابه قبل ان يذهب اصلا الى بغداد. يعني بغداد عاصمه الدوله العباسيه، الرجل مدني ونشأ في المدينه ونبغ في العلم في المدينه. يعني الواقدي ده ممن سمع من الزهري،
هو من طبقة، يعني هو الواقدي توفي 207، فهو أقل من أقل درجة أو أقل طبقة من الإمام مالك، تمام؟ فبقول لك شوف أنت نط إزاي مع المشاهد، وزير إعلام، بأنه صار واحد وزير زي إعلام. كده لما أقول لك فلان، يعني ما هقول لك مثلا الشيخ القرضاوي، مثلا الشيخ القرضاوي له 110 مجلد أو 105 مجلد، كتب هقول لك في الفقه وكتب في التاريخ وكتب في التفسير وكتب وكتب، يعني كان كده وزير إعلام دولة قطر. إيه ده؟ يعني من أين استنتجت هذا نعم الكلام؟ نعم هذا مما يمضي على الناس، وبقول لك اللي بيتفرج على صدر ده ما لا يمكن يتأثر به إلا واحد بايع دماغه، يعني مش مركز، تايه يعني. نعم ولذلك كمل لذلك بنلاقي ان تعليقاتهم يعني فيها نوع من انواع الجهل الشديد، نعم. ويقول لك هو عارض المصادر، عرض لكم الكتب قدامكم. ما هو يا ابني ما انا ممكن أو اعمل لك نفس الحلقة دي والعكس، اعرض لك كتب. صح، وهو أصلاً هو المعلومات الخطيرة بيقولها في النص من غير الكتب. هنيجي بعد شوية طيب لأمثلة، طيب بس مش عايز أطول على الناس يعني. طيب نسمع الجزء الباقي من الفيديو. هذه يعني واضح ان هو كان يعني النساخ، في النساخ طول النشر وجهاز الاعلام للدوله العباسيه بينسخ الكتب وبتباح في الاقطار وفي موسم الحج وفي المساجد وفي كل ذلك. هذا قاضي بغداد يا جماعه، ده قاضي بغداد. اهو ثم يحكي طيب، كيف اتفضل يا عم الشيخ. نعم دلوقتي قاضي بغداد مش وزير وفي اعلام. نساخ، النساخ دول النساخ وقاضي بغداد. قاضي بغداد ده المفروض ان هو بيألف ايه يعني، ايه وظيفته؟ وظيفته قاضي، لكن هو الواقدي باعتباره عالم يكتب الكتب، ويعني يطلبها الوراقون يطلبها النساخون. فين هنا الدولة؟ فين حضور الدولة؟ نعم نعم مفيش حضور للدولة. هو ده يطعمه للمشاهدين من عنده، من عند رأسه، بدون أي معلومة وردت أمامه في المصدر. نعم كمل يا مولانا. طيب نكمل. تعرف الواقدي على الوزير البرمكي، الوزير الفارسي اللي هو يحيى بن خالد البرمكي اللي هيدخله هارون الرشيد، فيقول ايه؟ ان هو كان عنده مائده مفتوحه، فحضرت طعامه فادخلوني فاجلسوني معه على المائده، فسالني من انت وما قصتك؟ بس طيب بص يا سيدي، هو طبعا هذا مما يعني لا نحب ان نطيل به، بس هو تعرف الوزير على الواقدي كان في المدينه لما ذهبوا الى الحج، تمام؟ هذه روايه محمد بن سعد اللي هو صاحب كتاب الطبقات الكبرى، اللي هو اخص تلاميذ الواقدي به. نعم لكن بعد كده الواقدي لانه كان معروفا بالكرم والسخاء والجود، فوقع في ضائقه ماليه، فقيل له لو انك ذهبت الى الخليفه في بغداد، تمام؟ وانت هو عرفك الخليفه وعرفك الوزير يحيى بن خالد البرمكي وهكذا. فهو ذهب في شدته هذه، يعني ذهب في الفقر الذي اصابه. الحكايه مرويه طبعا في الكتب التي ارخت للطبر، لكن هو يعني أحب أن يقول إنه الواقدي كان عايز فلوس، راح للوزير نافقه، فالوزير أنفق عليه، وفي الآخر هارون الرشيد قال ده مؤرخ لوز، يعني راجل بتاع فلوس، نكلفه بكتابة تاريخ الدولة العباسية، نعم نكلفه بتزوير التاريخ الإسلامي. نعم دي رواية صبر مشهور. نعم للأسف. لكن حين تقرأ في تاريخ البرامكة تجد أن البرامكة أنفقوا على كثير من علماء المسلمين. البرامكة كانوا وزراء صالحين، تمام؟ صحيح هم لهم أصول فارسية، لكن كانوا وزراء صالحين، ومن العلماء الكبار يعني سفيان الثوري، ومن قال اللهم إن جعفرا قد كفاني الدنيا كفاني الآخرة، يقصد جعفر بن خالد البرمكي. لأنه البرامكة كانوا وزراء صالحين، وحتى الآن لغز اختلافهم مع هارون الرشيد ما يزال لغزا، يعني ليس معروفا بشكل حقيقي ما السبب الذي حصل بينهم وبين هارون الرشيد، لكن المسألة ليس فيها المسألة الفارسية على الإطلاق يعني. نعم بس أنا بحكي لك إنه صابر مشهور أهو بيأتي بجملة موجودة في كتاب، وطبعا الكتاب ده هو نفسه ما يعرفوش، لأن إحنا قلنا إن غلافه غير الكتاب نفسه، صحيح. ويستنتج من عند نفسه إن الواقدي كان وزير إعلام الدولة العباسية. نعم هو دايما خلينا يطلق نشوف اللي بعده. دايما يطلق هذه الألقاب وهذه الأشياء، على فكرة ده معناه إن ده رئيس جهاز الاستخبارات في الدولة في هذا الوقت، هذا معناه إنه هذا الشخص كان هو بمثابة الرئيس كذا، هو بيعمل كده صحافة يعني. صفراء. نعم طيب المقطع التالي يعني مصيبة، نسمع يا جماعة نسمع. وحصل طبعا هم ألقوا القبض على إمام الشام الإمام الأوزاعي، وقال له تعالى
من هو أول خليفة بعد الرسول؟ هو أبو بكر، هو أبو علي، ما فيش وصية له من الرسول، لأنه عقيدة الدولة العباسية هي عقيدة في مجال السياسة، عقيدة شيعية، أن الخلافة هي في بيت الرسول صلى الله، أو في بني هاشم، وأنه كان في وصية للرسول لسيدنا علي. نحن عندما نعرض لكم بإذن الله إن شاء الله في الحلقات المقبلة سنكتشف أن التنظيم السابق اللي عمله عبد الله بن سبأ هو الذي أقام الدولة العباسية. هذا التنظيم عبد الله صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي بيقول الكلام ده ما عندهوش ألف به تاريخ. إزاي الدولة العباسية تقول إنه إن النبي له وصية إلى علي؟ إذا كانت الدولة العباسية أصلا مشكلتها مع العلويين ومع الشيعة إن هم يرون العباس أولى بالخلافة من علي. الدولة العباسية اسمها على العباس. الدولة العباسية بعدما الدولة العباسية نعم ترى أن الحق في الخلافة لآل البيت، لكن آل البيت دول بنو هاشم. داخل آل البيت بقى كيف تنتقل الخلافة إلى ابن عم النبي وتفوت عم النبي؟ ما هو أيهما أقرب في النسب؟ العباس. العباس عم، لكن ابن علي إيه؟ ابن عم. نعم تمام؟ ولذلك بمجرد ما انتصرت الدولة العباسية حصل شقاق بينهما وبين العلويين وبين الشيعة. فالعباسية الدولة العباسية دولة سنية، لأنها أصلا لم ترفض ولاية أبي بكر وعمر وعثمان، لم ترفضها، لكن هم شايف يعني هم كانوا يرون إنه العباس هو الأولى، ودخلوا في صراعات مع العلويين اللي شايفين إن علي هو الأولى. تمام؟ هو دلوقتي جاي يقول لك مسكوا إمام الشام، واخد بالك أنت من الإيه التصوير الجسدي ده من رقبته، ومسكوا إمام الشام الأوزاعي وقالوا له النبي ما وصاش بحاجة لعلي. علي مين يا ابني؟ نعم. يعني تبقى ازاي هو ازاي رايح يؤسس للدولة العباسية ورايح يدي المسألة لسيدنا علي؟ سبحان الله. اعرضه ماشي. ما هو بيقول لك وحصل طبعا ان هم القوا القبض على امام الشام الامام الاوزاعي وقال له تعالى من هو اول خليفة بعد الرسول؟ ماسك رقبته كده. طيب نكمل المقطع من اخر. على كل حال كمل. نعم. ابن سبأ قال بعد ذلك إلى المختار الثقفي، قال بعد ذلك لأبو هاشم ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب، قال بعد ذلك لمحمد ابن محمد العباسي اللي هو هيكون أبو الخليفة العباسي أبو العباس السفاح وغير هؤلاء، وسوف يصبح هؤلاء هم مشايخ المساجد، ويصبح هم غالبية المحدثين والمسؤولين عن إدارة الدولة والقضاء من أمثال الوقضي وغيره. يعني بس هنا شوف الكلمة دي بقى، دي كلمة خطيرة جدا. هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك سنكتشف كما سنعرف في حلقات قادمة إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله يعني اللي يشوفها الحلقات القادمة يعني هيكتشف إيه؟ إن السبائية الذين قالوا بتأليه علي رضي الله عنه أتباع عبد الله بن سبأ، شوف الاستنتاج الخطير، وصلوا إن هم اللي أسسوا الدولة العباسية. أنت خد بالك إنه علي الناس بتؤله علي هتؤسس دولة عباسية، مش علوية. نعم. والأخطر من كده إن دول بقى اللي هيبقوا القضاء والمحدثين والفقهاء في بغداد. إيه رأيك بقى في هذه الأمة التي انتصر عليها عدوها وصاروا أعداءها هم القضاء والمحدثين والفقهاء واللي مسكين الأمور الإدارية؟ شايف الإسقاط الهائل لكل التاريخ الإسلامي لجملة الفقهاء والمحدثين والعلماء في الدولة العباسية؟ نعم. كلمة كده إيه بيمسح بيها تاريخ الناس، وبيقول ان الامه عاشت في الضلاله، وانه ائمتها هؤلاء كانوا سبائيه وهم جزء من تنظيم سري سبئي كان يؤله عليا. والله مصيبه وكارثه. شوف ادخل على اللي بعده، هو مصايبه كتير جدا جدا والله. انا على فكره وانا بختار المقاطع يعني كنت بفوت كتير. احنا يكفينا بس فضيح التاريخ بغداد هذا ذيل. طيب هذا مقطع اخر يتحدث فيه عن المأمون، تعالوا نشوف. هنا حضراتكم بقى ليه الخليفة العباسي المأمون يرتدي زي الشيعة اللي هو زي الأخضر. عارفين كتاب القذافي الأخضر؟ اللون الأخضر. الدولة الأموية اللي هي رمز المسلمين السنة لونها البياض. الدولة العباسية لونها الأسود. الشيعة شعارهم ملابسهم الخضرة ويرتدي عمامة خضراء، أو لو ارتدى عمامة يرتدي تحتها حاجة خضراء، يعني ده الشعار بتاعهم. فالدولة العباسية هي خلطت العقيدة الإسلامية مع العقيدة الشيعية، طلع منها الخليط العقيدة العباسية اللي هو
يطلق الآن على المسلمين السنة يعني، لكن هم في الواقع مش مسلمين سنة يعني، هم عقيدتهم كلها عقيدة وفقا للعقيدة العباسية يعني، اللي هي خليط ما بين العقيدة الشيعية والعقيدة الإسلامية يعني. بس يا عم الشيخ، طبعا أنا مش هقف كتير عند المأمون، لأن المأمون أصلا يعني خلع الخضرة فيما بعد ذلك، وحتى بعد ما ولى علي بن موسى الرضا، مات علي بن موسى الرضا ويتهم المأمون بقتله، يعني حادثة لا يمكن أن تثبتها أو تنفيها. بس هو خد المقصود هنا هو هذا الكلام، الأمة اللي شايفة نفسها دلوقتي مسلمة، والناس أهل السنة اللي شايفين نفسهم دلوقتي أهل السنة، هم مش أهل دول السنة. دول على العقيدة العباسية وليسوا على عقيدة أهل السنة. العقيدة العباسية اللي هي خليط ما بين السبائية وبين السنة وكذا يعني، ده بين السنة والشيعة دول. فبقول لك الأمة دلوقتي في ضلال، كده الأمة كلها ضلت دلوقتي، إيه اللي فاكرين نفسهم أهل السنة مش أهل السنة. نعم تمام. فحكم على الأمة بالضلال، حسبنا الله. وأنا نعم. وده مناسب يعني، قصدي اعتراف كويس، لأنه يضع نفسه خارج هذه الأمة. نعم. هو نفسه يضع نفسه خارج هذه الأمة. نعم. وهذا أشد اعتراف من الانحراف. طبعا هذا بعض الناس يبقى شايفينه ليس على هوى الشيعة أو ليس على هوى الحكام، ده دي حاجة لوز جدا للشيعة وللحكام. ما هو أفضل شيء أن يعني تنزع به من المجاهد دلوقتي الذي يجاهد في فلسطين، ولا يجاهد في الشام، ولا يجاهد في أي حتة، المجاهد ده لو أنه تشكك في عقيدته وفي الدين الذي أخذه وتلقاه، لو تشكك فيه وأن العلماء اللي أدوه إليه كانوا ضلال وكانوا أصلا سبائية وكانوا تنظيمات سرية وخبوا عنه آيات وخبوا عنه أحاديث، ده واحد يجد في نفسه الطاقة لكي يجاهد أي شيء أو لكي يضحي بنفسه في أي مجال؟ لا طبعا. وبعدين أيهما أسهل على الشيعة، أنك تقول له دول أهل السنة تعالى نشيعهم، ولا تعالى نقول له أهو واحد متشكك كان فاكر نفسه أهل سنة ودلوقتي اكتشف أنه إيه في خليط ميكس كده بين السنة والشيعة، أيهما أسهل وأيهما أحب إليه؟ أستاذ محمد، عندي لك يعني شيء خطر في بالي، وجه التشابه بين صابر مشهور بين محمد شمس الدين في هذه المسألة تحديدا. الشيعة نعم. أنا متابع يعني بعض القنوات الشيعية تتكلم عن صابر مشهور، لا يتكلمون عنه بالرد عليه، بل يقولون هذا كلام صابر مشهور، شكرا لك لقد أثبتت ما نريد. نفس نعم الكلام، لأنه هو يشكك في الأحاديث ويشكك في العلماء وفي جملة الفقهاء. نعم، هو يشكك في التاريخ السني بالكامل، فيقولون يعني أنت عارف عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم كان يطلع يقول لك أنا بكافح الإلحاد، في وسط ما هو بكافح الإلحاد يقول لك الأمة لم تهتم والعلماء المسلمين لم يعرفوا هذا، وهذا كلام لا ندرسه إلا في الغرب، واخد بالك؟ فهو شكله كده ضد الإلحاد، إنما اللي قاعد قدامه بيتشرب إن الأمة دي أمة ضعيفة ومنهارة، ومن أول خليفتها الثاني ما قتل وهي خلاص بقت لا فيها شورى ولا فيها خير ولا فيها علم ولا فهمة ولا طلعت علماء ولا فقهاء، والغرب هو اللي عمل كل ده. نعم. فهو يعني يدفعك دفعا بعنوان مكافحة الإلحاد إلى الإلحاد. نعم، تشكك في الدين. لذلك أنا بقول لك إنه التشابه ده في إيه؟ إنه صابر مشهور الآن يشكك في علماء الأمة وفي فقهاء الأمة وفي الكتب الإسلامية وكذا، ومحمد شمس الدين بقى بيعمل إيه؟ غلاة الأشاعرة زي عبد القادر الحسين وغيره وغيره، واحد بيقول له ليه ما بتردش على محمد شمس الدين؟ قال له أرد عليه أقول إيه؟ هو ده الوجه الحقيقي للوهابية، وكلامه ده يفضح يعري الوهابية، وهو ده كذا، مع إنه محمد شمس الدين مخالف لما عليه علماء الأمة كلهم. تخيل، شوف يعني هم يسلمون بالنتيجة التي وصل إليها، وقل هو ده الصح اللي هو أصلا المعتمد عند السلفية. أيوة، لأنه محمد شمس الدين إذا ثبت للناس أنه يقول بشيء على خلاف ما سارت إليه الأمة، وعرفنا نقول أن محمد شمس الدين ده هو السلفية وهو الوهابية، فبطبيعة الحال بدون أدنى شك هذه هي الجائزة الكبرى لأي حد يريد تشويه السلفية. نعم، وهذا ما حصل، لأنه خلاص واحد المعبر عنها خطا بعيدا عن كل الأمة، فطبيعي. نعم. نعم. طيب، هناك مقطع قصير جدا جدا لصابر مشهور، تعالوا نشوف هذا المقطع. الذي وجدته أن الدولة العباسية حرفت التاريخ الإسلامي، وضعت أحاديث مكتوبة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، حرفت تفسير القرآن نفسه. يعني لما نأتي للمفسرين في عهد الدولة العباسية تجد أنهم سبائيين. نعم.
الدولة العباسية شطب عليها بجرة قلم، حرفت حديث الرسول، وضعت أحاديث على لسان الرسول، حرفت في تفسير القرآن، المفسرين كانوا سبائية. أوه. طيب عارف أنت كل شيوخ المفسرين وروادهم كانوا في الدولة العباسية؟ يعني شيخ المفسرين، من شيخ المفسرين؟ الطبري، كان يعيش في عصر الدولة العباسية، تمام؟ نعم. ويعني وامضي افتح أي كتاب في طبقات المفسرين هكذا، بعيدا عن الصحابة والتابعين اللي هم يعني روايتهم روايات لم يكتبوا كتبا، الذين صنفوا في التفسير كتبا اللي هم المفسرين عاشوا في عصر الدولة العباسية. لما يبقى القرآن الكريم الذين فسروه سبائيين، ما شيء يعني ايه، ما هو افضل من ذلك تهديه لبتوع مركز تكوين، وتهديه للغربيين، وتهديه للانظمه الحاكمه وللانظمه الغربيه؟ يا جماعه، في واحد مسلم اهو شايف ان التراث الاسلامي وضعه السبئيون، التراث الاسلامي مزور، هم بيشككوا في الاسلام التراث. حر، في الدين حر. هم اصلا بيشككوا في التراث، اصلا شغلتهم بالتشكيك في التراث. انت جاي بتخدمهم من نعم، داخل الصف، بتقول يا جماعه انا اؤمن بالبخاري ومسلم والسلف والكلام ده كله، بس انا ضد شوف انا لا استبعد، ويعني وخلي اللقطه دي سجلها عندك، انا لا استبعد انه بتاع تكوين بعد شويه، وحتى غربيين بعد شويه يجيبوا مقتطفات من صبر مشهور، ابدا والله العظيم، وهيقول لك اهو واحد من الاخوان الارهابيين وموجود في تركيا، يعني مش تبعنا، يعني مش علماني زينا، ده ارهابي برضه وبيقول نفس الكلام. نعم. محمد شمس لا الدين، تستبعد هذا ابدا. محمد شمس الدين ليه مقطع يا أستاذ محمد؟ الناس بيقولوا فين مقاطع محمد شمس الدين؟ احنا الأستاذ محمد تكلم وقال إنه الإخوة ردوا عليه بما فيه الكفاية، لكن في هذا الإطار أستاذ محمد أنا بودي أعرض مقطع. يعني هو طبعا، بس محمد شمس الدين الفرق إيه؟ إن هو بيقول إيه؟ السلف ومش السلف، يعني لا انا اتبنى الروايه السلفيه القرون الاولى. اسمع كده الكلام ده يا استاذ محمد. لماذا بعض علماء السنة يثنون على علماء أشعرية وما شابه ذلك؟ بص بقى، بص بقى، هي هي هيفسر الكلام ده ازاي؟ نفس الكلام، بس هيطير 7 قرون مثلا من بعد ابن تيمية لحد يومنا هذا. بص بقى. نعم، أنت لو لاحظت هناك فترة من الزمن تقريبا بعد عصر ابن تيمية بقليل، انتشر وصار هناك قوة كبيرة للأشعرية، الدولة صارت لهم، كتب أهل السنة دثرت وأخفيت وحرقت ولا ندري أين هي. خلي بالك، تفسير الأحاديث ما عادش أهو، ما عادش فيه، ما عادش فيه. ركز ركز أستاذنا، بس بالضبط. بص كده يا جماعة، فاكر أنت، فاكر صابر مشهور في حلقة القسطنطينية لما ردنا عليها قبل كده، وهو بيقول إحنا من أول ما سقطت الخلافة فقدنا السيطرة على كل شيء، نعم هذا هو، على نفس تفسير القرآن وعلى الحديث وعلى غيره. الكلام بطريقة أخرى. هذا بالضبط. أنا بعظم السلف، أنا ماليش علاقة بالقرون هذه. نكمل. الأشعرية، الدولة صارت لهم، كتب أهل السنة دثرت وأخفيت وحرقت ولا ندري أين هي. أوه. ووجدت كتب الأشعرية، ثم لما جاءت المطابع أول من استخدم طباعة الكتب هم الأزهر، فكانوا يطبعون كتب أئمتهم، فعلماؤنا وجدوا هذه الكتب فاستفادوا منها، فلما هم استفادوا من بعض أهل الزيغ أو بعض أهل يعني العقيدة الخاطئة، يعني صاروا يعني لا يكرهونهم. شفت الكلام ده يا أستاذ محمد؟ أليس هذا اتهام لعلماء الأمة على؟ شايف، نعم. شايف الحرج اللي هو بيتكلم فيه؟ أولا هو يعني ضل للأمة كده في فترة من الزمن، قرون، تمام؟ والقرون دي لما يعني، طبعا على فكره كلامه خاطئ في مساله ان اول من استخدم المطبعه الازهر طبعوا كتب ائمتهم، الكلام ده خطا تاريخيا بس ده مش وقته، تمام. في كتاب على فكره اسمه اعاده اكتشاف التراث الاسلامي منشور في مركز نهوض، كان بيتكلم عن تاريخ هذه الفتره، بس ده موضوع تاني دلوقتي لا اتفرع فيه. لكن شوف، واخد بالك انت انه هو بيقول لك ايه، كتب ائمه اهل السنه حرفت ودثرت ولا ندري ما، لا ندري اين هي. نعم. الامه فقدت
يعني فقدت التلقي، فقدت المصادر، فقدت الحق، ضلت يعني، ضل الحق مش عارفينه. أكتر من كده إنه بعض علمائنا الذين اضطروا للاستفادة من أهل الزيغ يعني ما بقاش عارف يقول إيه، وقال لك صاروا لا يكرهونهم، يعني حتى العلماء اللي هم مش من أهل الزيغ بقوا منافقين يا جماعة، أو الله. بقوا غافلين يعني على أحسن الأحوال غافلين، لم يكرهوا من كان الدين يوجب كرههم، لم نعم. يبدعوا من كان الدين يوجب تبديعهم، لم يكفروا من كان الدين يوجب تكفيرهم. فمش بس اللي ضلوا وزاغوا ضلوا وزاغوا، لا ده حتى الذين قرأوا ومدحوهم أو لم يكرهوهم، هؤلاء أيضا هم بين الغفلة وبين الخيانة، الخيانة لأمانة العلم وأمانة نعم، الأمة. في مقاطع اخرى انا عاوز اشغلك مقطع، وعايز اعرف انت ايه رايك. هو محمد شمس الدين لما بيرد على حد في اول الحلقه بيستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ركز كده استاذ محمد، شوف كده المقطع ده، وهو بيتكلم عن، يعني هو بيزكي نفسه. ونصحح فيها الأخطاء تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نصحح، هو اللي بيصحح، خلي بالك. نعم. يعني الامه ضلت وهو بقى اللي جاي صحح. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طيب، أليس في كلامه السابق معارضة لهذا الحديث؟ أين الخلف العدول في هذه القرون؟ نعم طبيعي، هو ده، هو مش بس قال غلب الأشاعرة أو سادوا، لا ده هو قال كتب أهل السنة فقدت. ده دي أخطر، إن إحنا لم يعد لدينا مصادر الدين، فقدنا مصادر الدين. تمام؟ نعم. نفس كلام صابر مشهور لما كان بيقول إحنا من بعد ما سقط السلطان عبد الحميد فقدنا السيطرة على كل حاجة، على تفسير القرآن وعلى كتب الحديث وأدخلوا هذا. فاكر لما كنا اتكلمنا، هو نعم اتكلم على حديث الأئمة من قريش وحديث إن القسطنطينية يعني ستغزى، ويقول لك ده حديث علشان الناس تسلم القسطنطينية. كل هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجمع على ضلالة، أن هذه نعم الأمة يعني الله سبحانه وتعالى أجارها أن تجمع على ضلالة، حديث إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أستاذ نعم وهو محمد، في النهاية في أحد الإخوة، يصادم، هو في النهاية يصادم فيما بعد آيات قرآنية تتحدث عن جماعة المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. الأحاديث والآيات التي جعلت إجماع الأمة على قول هو الحق، لأن الأمة لا تضل. هذا كلامه على فكرة، سمعه لك، بس عايز اقول لك على حاجة. احد الاخوة علق على هذا الفيديو اللي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قال له: محمد شمس الدين، هي الأمة قطعت الخلف من ساعة القرن السابع، وانت اللي جيت بقى خلاص حملت وجابتك، يعني لا هل انقطع هو خلف حتى الأمة؟ صح، هو حتى دلوقتي مثلا واحد زي الإمام النووي اللي هو واخده معركته، ما فيش واحد من عدول هذا العلم يا عم الشيخ خلال ال 800 سنة اللي فاتوا قال يا عم النووي ده صاحب ضلالة، ما حدش قال كده. يعني ما فيش عدل من الخلف العدول الذين ينفون عن الدين كل هذا. انتبه إلى أن النووي أحد رؤوس الضلالة. نعم، في مقطع تكملة، آسف لأنه احنا يعني كان لابد من عرض شيء بخصوص هذا الأمر، سامحني أستاذ محمد. تكملة الكلام: ماشي. عندما سئل عن الإمام النووي، السؤال واضح يا أستاذ محمد: ما رأي علماء الأمة في النووي؟ ركزوا يا جماعة، رأي علماء الأمة، إيه كلام علماء الأمة؟ المفروض أنت تقول قال الإمام الذهبي، قال الإمام ابن كثير، لأنه العلماء اللي عاشوا في عصر النووي أو جاءوا بعده. شوفوا رد محمد شمس نعم الدين، وهذا يثبت ما قاله في المقطع السابق، اسمعوا يا جماعة. ما رأي علماء الأمة بالنووي؟ من هم علماء الأمة؟ أحمد بن حنبل مثلا؟ ايش علاقة يعني؟ ركز استاذ محمد بالله عليك، شوف الفضيحة، فضيحة والله هذا المقطع. وهذا المقطع على فكرة رد عليه ابو عمر الباحث، ولم يتمكن من الرد على الشيخ ابو عمر، وقال لك تعالوا باهلوني وناظروني وانا ما خلاص ما عدتش اتكلم. اسمع، ما كان يعرف النووي. اما الذين جاءوا بعد النووي فكثير منهم كان اشعريا اساسا، ايوه وسمي بانه من علماء الامه.
وبعضهم قد لا يكون يعرف النووي، لا يعرف عقيدته، وبعضهم قد يكون أساسا متأثر بشهرة هذا الرجل. نعم، علماء الأمة الحقيقيون اللي هم علماء السلف ما أدركوا مثل هذا الإنسان. طب فين علماء الأمة؟ يعني فين علماء الأمة؟ هو كده علماء السلف ما أدركوه، وهذه فترة الضلالة اللي هو من بعد الإمام أحمد بدأنا فترة الضلالة. هي نفس، فلا يؤخذ بقول علماء، مع أنه يعني ما فيش حد من الخلف العدول انتبه لي ما فعله النووي. نعم، بس هو اللطيف هنا أن أنت مثلا لو سألت الإمام مالك عن أحمد بن حنبل، أو جيت قلت مثلا إيه ما رأي علماء الأمة في أحمد بن حنبل، فرح أنا أقول لك علماء الأمة مين يعني؟ الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، صحابة، ابن عباس، وفي إيه؟ صحيح. يعني ليش يقول لي مثلا عن واحد هيجي بعد 300 400 سنة ويسألنا أنا دلوقتي هو إيش علاقة هذا؟ يعني هو ليش ما يقول بلاش أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، ليش ما يقول علماء الأمة الحقيقيون مثلا الصحابة هم أعلى مقام؟ أيوة، ما هو دلوقتي لو إحنا يعني طالما هنسأل حد عن الغيب وعن المستقبل، ما يعني أي حد بقى جي قبل النووي، زي كده لما تقول إيه رأي النووي في ابن تيمية مثلا. اللي هو في إيه يعني؟ صحيح، مصيبة، كارثة، والناس ما بتنتبهش. الكلام ده بيقال يا أستاذ محمد مشكلة عقلية، يعني أكثر منها مشكلة علمية. المشكلة أنه في ناس بتتلقى هذا الكلام وتقولك صحيح الأمة، إزاي هم ما تكلموش على خلاص؟ يبقى العلماء دول إما أشاعرة، وإما تأثروا بها الأشاعرة، وإما لا يعرف هكذا. طب وين العلماء؟ يعني أنت معناها أنت لا تثبت أن ابن تيمية مش عالم؟ ما هو جاء بعد النووي الذهبي ابن العطار. لا، هو أنا دلوقتي إذا أسقطت علماء الأمة جما غفيرا هكذا ضربة لازم، ما يبقى لماذا هم علماء؟ يعني هو إيه معنى العلم؟ إنه واحد قادر على أن يعني ينقح ويحرر المسائل العلمية ويعطينا فيها الكلام، يعني الكلام المضبوط، أو يعطينا فيها الخلاصة. نعم، طيب إذا كانت علماء الأمة جما غفيرا كده، ما بين متأثر وما بين ما يعرفش وما بين ما انتبهش، إيه ده؟ طيب لماذا سمي هذا الجمع الغفير علماء أصلا؟ ومن نقل لنا كتب السلف دي يا دكتور، يا أستاذ محمد؟ يعني كتب السلف دي جت لنا في فلاشة، لقيناها في صحراء مثلا عليها كتب السلف، بحيث أنه إحنا الانقطاع الطويل، ما هو الانقطاع ده معناه انقطاع علم الأمة. إحنا إزاي وصلتنا؟ نعم، هو كيف نثق بهذه الكتب؟ كتب أهل السنة حرقت و ودثرت، وما انا مش عارفين هي فين. طب يعني مثلا دلوقتي احنا بنقول كتاب الامام احمد بن حنبل اللي هو مثلا كتاب السنه مثلا، طب السنه لاحمد بن حنبل، هذا الكتاب كيف نستطيع ان نثبت انه كتاب صحيح اذا قلنا ان كتب اهل السنه حرقت ودثرت ولا نعلم اين هي، وهناك انقطاع لائمه السلف وكتب السلف هذه المدة كلها؟ كيف نثبت؟ وعلى فكرة بعض الأشاعرة يشككون في كتاب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب في كتب أهل السنة أصلا، يقولون هذا الكتاب غير منسوب لأحمد بن حنبل، هذا الكتاب مش صحيح كذا. فأنت بتخدمهم أكبر خدمة. أيوة، هو بص، هو زي ما قلت لك، هو صابر مشهور لأنه يعني ليس له في العلم لا يعني قدر شيء، فهو قادر يمد الخط على استقامته من غير ما يبقى واخد باله ان هو ايه بيدخل في الخطوط الحمراء. تمام، فهو علشان كده بيقول لك الامه ضلت، واللي موجودين دلوقتي مش مسلمين اهل سنه، ده دول على عقيده ميكس. تمام، ما بيقولهاش بنفس هذه الصراحه محمد شمس الدين، بس كلامه يؤدي الى هذا. ولذلك هتلاقي من تلاميذ محمد شمس الدين من يحكم على ابن تيميه بالزندقه. نعم، بل هتلاقي من يحكم على البخاري بأنه كافر. نعم، تمام، لأن احنا مد الخط على استقامته لابد أن يصل إلى تضليل عموم الأمة. طبعا هو دلوقتي محمد شمس الدين بيضعك على أبواب هذا الأمر، ومن قبلين خليفي طبعا، إنه بيضعك على أبواب أن الأمة ضلت ولم تعرف عقيدتها ولم تعرف ربها وفقدت ولم تعرف صفات ربها، بل وعظمت من لا يعرف صفات ربه، بل عظمت من يكذب على الله. نعم، ده مؤدى كلامه. صحيح، فلذلك الشاب بيروح واخد الخطوة اللي بعدها مباشرة، وهو انه يصل الى تكفير ابن تيمية، ويصل الى تكفير البخاري، ويصل الى تكفير ابي حنيفة. طب وهكذا ممكن اخر مقطع لمحمد شمس الدين عشان نكشف للناس يعني
اضطراب هذا الشخص، انه كيف انه متناقض وهو زمان يعني مثلا مسألة الاجماع ومسألة العلماء والكلام ده كله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه مسألة من مسائل الاسلام المعروفة، انه كل زمان فيه علماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وان الامة لا تجتمع على ضلالة، وان العلماء اذا اتفقوا على مسألة فهذا هو حبل الله. تعالوا نشوف محمد شمس الدين ايام بقى الغطرة والوش السمح والهدوء، وما فيش بقى له ايه يا أيها الفسقة يا أيها الجهل، لا 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 لا، كان هادي وكان طالب علم وكان بيكتب على فكرة وبيدون وكان مؤدب، لما كان مدجن كان مؤدب، لما صار حدادي صار يعني زي سبحان الله كل أهل الضلال. شوفوا يا جماعة هذا الكلام، معلش يا شيخ والله ده مهم جدا، لأنه احنا كتبنا اسمه في الحلقة، بس آخر مقطع لأن الحلقة طالت. طيب آخر آخر مقطع حلقة الذهبي بتاعت صبر مشهور. نعم نكمل بعدها على طول إن شاء الله. لا يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجمع بزمان من الأزمان على خطأ، فإن أجمعت على فهم معين فخلص هذا هو الصحيح. أهو ده أول نقطة يا أستاذ محمد. اللي بعد ده بتقول أيام ما كان مدجن، ما كانش هو الآن دلوقتي أسد السنة، الآن هو المجدد. نعم ماشي. طيب لا يمكن، يستحيل الأمة كلها تضل، هذا مستحيل. جزاك الله خيرا، هذا نتفق معك. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا يشرح كتاب من؟ هذا يتكلم عن كتاب الإجماع، كتاب مؤلف في الإجماع، فهو يتكلم عن كتاب وبيأصل فيها لفكرة الإجماع. هو محمد شخص يظهر لك هذا كتاب ومن يا شيخ مصطفى؟ ممكن اجيب لك الكتاب لو عاوز، ممكن اقول لك الكتاب. لا خلاص، يعني انا اذا كان ظاهر امامك فيكون خيرا. الكتاب اسمه موسوعة الإجماع. نعم، التي صدرت في السعودية، نفذها عدد من طلبة الدراسات العليا. نعم نكمل بقى كلامه. نعم. هو محمد شمس الدين يدلل على انه ترى موضوع الإجماع ده امر مهم جدا وخطير، يعني نكمل. تمام. إذن لا يمكن أن الأمة، علماء الأمة في عصر من العصور يقولون قولا معينا ولا ينكر عليهم أحد، هذا لا يمكن. لا يمكن أن الأمة التي وفعلا علماء الأمة الآن ينكرون على هذا الشخص، سبحان الله. يعني علماء الأمة أجمعوا على الثناء على الإمام النووي ولم ينكر عليهم أحد، ثم جاءت هذه النابتة الحدادية وصار العلماء ينكرون عليهم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن ضد هذه الفرقة، والعلماء الذين أثنوا على النووي لم ينكر عليهم أحد. هذا 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 أنا أتعجب أن المرء لما يلاقي نفسه واخد خط بعيدا عن علماء الأمة، المفروض يخشى هو على نفسه وعلى دينه. نعم. يعني لما طبيب يلاقي نفسه واخد خط مختلف عن كل بتوع الطب، لما يعني بتاع أي حاجة، بتاع أي مجال، بتاع أي فن من الفنون، علم من العلوم، يرى نفسه منفردا تماما في، خصوصا لما يكون علم ليس له سبيل إلا الأخذ عن الأولين. نعم. يعني عارف نظريا ممكن المهندس يكتشف ما لم يكتشفه أي مهندس آخر، أو الكيميائي أو الفيزيائي، ممكن، لأنه مناط العلم أو يعني مصادر أخذ العلم هو الاكتشاف والتجريب، لكن الدين مصادره كلها مصادر الوحي والنقل. نعم. فلا بد أن العلوم دي عدت على هذه الأجيال السابقة، فإن الواحد يفهم لنفسه فهما، زي كده صدر مشهور لما بيقول معاوية هو الخليفة الرابع، ما هو يعني يخالف. إما أن كل هؤلاء لم يكونوا يعلمون أو يفهمون، وإما أنك المنحرف عن هذا الطريق. صح يخالف. فلا أدري كيف يستيطمئن المرء إلى إيمانه وإلى عقله إذا رأى نفسه منفردا عن أمر. نعم. هو ليست عنده مصادر استدلال بعيدة عنهم، يعني لم. نعم. يقعوا عليها أو لم يكتشفوها. نعم أحسنت. طيب نكمل المقطع، أنا مش عاوز أطول بس نكمل المقطع. تأمر بالمعروف تجتمع على باطل، فهنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قلت أنه لا يمكن، إذا الأمة اجتمعت على قول لا يمكن أن يكون منكرا، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف كان حلو ازاي ومؤدب يا شيخ محمد، والحمرة في وشه ازاي. كيف يجتمعون على الأمر بالمنكر أو عن النهي عن المعروف، هذا لا يمكن. طيب كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا شهداء على الناس، هل يعقل أن الأمة تجمع على الشهادة على باطل؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
طيب هو إذا وجه بهذا الكلام ماذا يقول؟ لا يرد، وطبعا يعني لم لا يرد، أتتبعه، طلب المباهلة، فيعني لست محيطا بما يقول في كل شيء. طلب مباهلة أبو عمر الباحث أبو مناظرة، لا يرد، يقول أنا ما عندش هرد آه عشان لا، يعني يتهرب، لما حد يقول له أنت كنت تقول هذا ما ماذا بيرد، يرد؟ ما بيردش، ما بيردش حاليا بعد ما ابو عمر الباحث جاء بهذا المقطع. على فكره انا واخده من قناه، يعني ابو عمر الباحث اول من نشره تمام 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 محمد شمسي طلع وقال انا ما عنديش هرد عليه، خلاص يا اما يجي يبهلني يا اما يناظرني، ما عنديش حاجه تانية. طبعا ده هروب، هروب الى الامام يعني. والله أنا من هنا أؤدي تحية لأخونا أبو عمر الباحث وجلده وصبره، ويعني دأ به في هذا الموضوع، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه. وأدعو الإخوة جميعا إلى أن ينشروا قناة أبو عمر الباحث، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي هؤلاء الحدادية شرا، لأنهم شغلوا مثل أبي عمر وغيره عن ما كانوا فيه من مجادلة النصارى نعم ومجادلة العلمانيين وهكذا. نعم جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن يبارك فيه، وأدعو الجميع آمين بنفس دعوة الأستاذ محمد. آخر جزء في المقطع. تمام تمام في مسألة من المسائل هذا غير ممكن، يستحيل، وإلا خالفنا قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذا اجتمعوا فذلك حبل الله، أوه وإذا تفرقوا أيوه فبعضهم على الصراط المستقيم وبعضهم زائغ. ايوه مين الزائغ بقى هنا يا جماعه؟ انا اسال الناس، الجمهور الان، علماء الامه في وادي ومحمد شمس الدين وجماعه الحداديه في وادي اخر، من الزائغ ومن اللي على الهدى؟ اترك الجواب لكم. لا هو طبعا في هذا المقطع يا شيخ هو بيتكلم عن انه يعني ما اجتمعوا عليه فهو الحق، ولكن ما اختلفوا فيه فهو ما يسوغ فيه الخلاف. نعم. يعني الامه ما اختلفوا فيه لم يتفقوا فيه على الرأي، فهو امر يسوغ فيه الخلاف للمجتهد اجر، انا بلزمه للمجتهد بكلامه. فيه بين الاجر والاجرين. نعم انا بقول بكلامه هو. انما من ترك الامه حين اجمعت او حين اتفق، هذا الذي يزيغ. نعم ولذلك انا بلزمه هو كلامه، يعني هو كلامه هو انا وليس كلامي انا. عنه خطأ او غير خطأ لا اتكلم عن هذه النقطه، لكن اذا اجتمعوا فهذا حصرا هو حبل الله، او هذا حصرا هو الصراط المستقيم. لا تجتمع امتي على ضلاله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. سبيل المؤمنين، ما هو سبيل المؤمنين؟ إذا أجمعوا على قول من الأقوال هذا سبيل المؤمنين، الله، من جاء بعدهم وخالفهم فقد أتى بضلالة. الله أكبر، حكم على نفسه بالضلال مش أنا. نروح لصابر مشهور، نكمل. عندك أي صابر مشهور اللي عنده حلقة عظيمة على الإمام الذهبي؟ طيب يلا يا جماعة عشان فاضل عندنا وقت قصير جدا فعلا إن شاء الله. لا نطيل بإذن الله. باقي مقطعين من حلقة هارون الرشيد، نسمع كده. المأمون يخشى من معاوية في وهو في قبره. يعني هارون الرشيد لم يزد الدولة العباسية سنتي، وابن المأمون ولا، يعني هي هارون الرشيد كان كل حروبه مجرد ايه الحفاظ على الحدود اللي ورثها عن أبيه يعني. نعم هل عندك تعليق على هذا المقطع؟ والله بص هيطول معلش فوته. طيب عشان يعني الوقت. على كل حال اي واحد بحث في تاريخ هارون الرشيد يعني سيجد كذب هذا. نعم المقطع التالي ايضا انقاذ القرآن الكريم، وهذه كارثة، هذه مصيبة تانية بقى يا شيخ. الفاطميين، البويهيين، الحشاشين، القرامطة، وهؤلاء طبعا استمروا يحكموا العالم الإسلامي 200 سنة، فنشأ أجيال جديدة نسيت ما كان قبل ذلك. ايوه شوف يا سيدي، احنا هنا برضو مع مسألة الأمة التي ضلت وانقطعت عن مصادرها ولم تعد يعني ايه على صلة بسلفها ولا دينها الأول. نفس نظام محمد شمس الدين. فأكمل الكتب مش عارفين راحت فين. هو نفس الكلام على فكرة، نفس الكلام. نعم هو نفس الكلام، هيقول هنا نشأت أجيال انقطع ما بينها وبين الأولين، ونشأوا على التشيع بقى اللي هو احنا حضرتنا. طبعا جاء السلاجقة من الشرق فاهم؟ اللي هو احنا، اللي هو الناس اللي نشأوا على التشيع اللي هو ايه؟ احنا، اللي هو احنا. دخلوا هدموا الدولة البوهية، هدموا القرامطة، هدموا الحمدانيين، وتلمذهم الأيوبيين، صلاح الدين الأيوبي دخل القاهرة وهدم هؤلاء، والبربر جاءوا من الغرب وهدموا، ولكن هم استطاعوا إنقاذ القرآن الكريم وإنقاذ الفقه الحلال والحرام. لكن بقيت الأحاديث المزورة موضوعة موجودة، وبقي التاريخ المزور موجود. لذلك نقول إن الكتب الحديث الصحيحة هي كتاب صحيح البخاري، الإمام البخاري، ثم كتاب صحيح مسلم، ثم الكتب الأربعة الأخرى
أحاديث. أيوة أيوة واقف هنا بس. هو دلوقتي قال لك الشيعة سيطروا في القرن الرابع، فبقى فيه بويهيين وبقى فيه فاطميين وبقى فيه قرامطة، والجماعة دول نشروا التشيع ونشأت أجيال ما تعرفش دينها ونشأ ولا تشيع اللي هو إحنا. وبعد ذلك أثبت إنه في موجة سنية اللي هي الموجة التي جاءت مع السلاجقة، وبعدهم الزنكيين والأيوبيين، وبعدين طبعا بعد كده كان المماليك وكان العثمانيين، وهو بيحب الدولة العثمانية جدا. لكن لما وجد نفسه وقع في التناقض، لماذا القرن الوحيد اللي هو القرن الشيعي ده استطاع أن يؤثر تأثيرا هائلا، ولماذا لم تستطع كل القرون السنية؟ يعني احنا دلوقتي بعد 10 قرون من الهيمنة السنية، لماذا لم تستطع ال10 قرون أن تغير أن تؤثر؟ راح قال لك هو بس أنقذوا القرآن وأنقذوا الحلال والحرام، ايوه لكن بقي التاريخ المزور وبقيت الأحاديث المزورة. طيب كيف يبقى الحلال والحرام؟ كيف ينقذ الحلال والحرام إذا الأحاديث مزورة والتاريخ مزور؟ نعم يعني الأحاديث المزورة دي مش هي الأحاديث اللي فيها الحلال والحرام، تمام؟ طيب رواة هذه الأحاديث مش هم الذين حملوا الحديث، هم اللي حملوا بقية العلم والفقه؟ صحيح يعني فهو فوجد نفسه في حيص بيص، فعلشان يقول لك القرن الوحيد ده هو الذي شكل خيالنا الآن، وكل القرون السنية بعد كده بما فيها قرن السلاجقة والزنكيين والأيوبيين لم يستطيعوا أن ينقذوا بقية الإسلام. وراح قال الكتب الصحيحة هي البخاري ومسلم. طيب ما هو نفسه بيضاعف أحاديث وردت في البخاري ومسلم. صحيح هو صبر مشهور، بيشكك في أحاديث متواترة هو كمان. صبر مشهور مش عاجبه حديث الأئمة من قريش، ومش عاجبه حديث تقتله الفئة الباغية، نعم وهو متواتر ويضاعفه. نعم احنا كان لينا حلقة قبل كده اتكلمنا عن انه ايه وقف كده قدام صحيح مسلم وقال لك بصراحة انا دورت في السنة ما لقيتش فيه حاجة، بس هو يعني حديث احاد ما ينفعش ناخد منه. صحيح، لينا حلقات في كمل إثبات بس المقطع. طعن صابر مشهور في البخاري ومسلم يا جماعة، في حلقات في القناة إن شاء الله في قناة شؤون إسلامية، طبعا القناة موقوفة لمدة أسبوع إن شاء الله، سنعود للرد عليه بإذن الله، وإن شاء الله على رأي صابر مشهور إن شاء الله نرجع تاني نسمع بيقول إيه. يعني يغلب عليها الصح، لكن لها ليس صحيح بنسبة 100%. يعني وبيتكلم على الكتب الأربعة غير الكتب البخاري نعم ومسلم، بيقول لك إيه، بص كده يا جماعة، يغلب عليها الصح، لكن لها ليس صحيح بنسبة 100%. يعني مش عايز ادخل في تفاصيل اكثر من هذه، ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره واضحه. في الختام هنا انا عملت فيديو عن الامام البخاري اللي هو بيقول انا نقلت كتب احاديثي من كتب موجوده قبل 200 سنه، ارجو الاستماع لهذا الفيديو هيشرح لنا الدوله العباسيه عملت ايه عشان تظهر الاحاديث والبخاري. الدوله العباسيه وبعدين بقى البخاري هيعمل ايه بقى؟ ايوه هنا بيقول لك انا عملت حلقه عن البخاري بتقول ان هو ازاي يعني عمل مجهوده في كتابه الاحاديث، عفوا، وعلشان الدوله العباسيه زورت الاحاديث، فمجهود البخاري في مصادمه الدوله العباسيه يعني. طب ما البخاري نفسه كان في الدوله العباسيه. صحيح. يعني هو البخاري نفسه كان فين؟ في الدوله العباسيه. هو كان في ظل الدوله العباسيه. يعني وبعدين هيجي في فيديو معانا في الامام الذهبي يقول لك هو البخاري يعني كان بيحب الدوله الامويه، لكن مسلم كان بيحب الدوله العباسيه. مصيبه. وهذا اسقاط يعني خفي او اسقاط واضح، يعني اسقاط واضح في وضوحه، لكنه يسوقه بشكل خفي هكذا، يعني يجعل المسلم لا يثق لا في احاديث البخاري ولا في احاديث مسلم. نعم صحيح. اذا البخاري كتب كتابه وهو بيحب الدوله الامويه، وإذا مسلم كتب كتابه وهو بيحب الدولة العباسية، أي شيء يمكن أن يشككك في الأحاديث الواردة أكثر من هذا؟ خلاص على هوى الدولة، هو الآن يكتب على هوى الدولة اللي هو عايش فيها، أو حتى على هواه هو كمنافق. نعم يعني أعوذ حتى بالله. لو الدولة ما قالتلهوش، لأنه طبعا البخاري ومسلم كلاهما بعد الدولة الأموية، فالبخاري بيحب الأموية هيكتب على هوى الأمويين. يعني هو طبعا مفيش دولة أموية في زمن البخاري، لكنه عشان بيحبهم جاب الاحاديث اللي ايه اللي تعجب الامويين. طبعا وهذا كلام غير صحيح، وانا قلت نعم انه هو نفسه رفض، يعني هو صابر مشهور رد احاديث موجوده في البخاري وفي مسلم. نعم. والبخاري التف او جهود البخاري لمنع تزوير احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الدوله العباسيه، طردت البخاري بالمناسبه واضطهدته ايضا. ارجو الاستماع لهذا الفيديو. هشوف هذا برضه من الكذب. الدوله العباسيه طردت البخاري واضطهدته،
يريد أن يقول هنا إن هي طردته واضطهدته لأجل انحيازه للدولة الأموية. نعم. وكل من يقرأ سيرة البخاري ويقرأ محنة البخاري يعرف إن الأمر لا علاقة له بالدولة الأموية ولا علاقة له بجمع الحديث. محنة كمحنة كأي نعم. محنة يتعرض لها العلماء بالضبط. خلاف نعم. فلكن شوف انظر كيف يسرب لك المعلومات الخطيرة. وما بقول لك اللي بيقعد قدامه لا يمكن أن يتأثر بصغر مشهور إلا جاهل أو غبي. أنا يعني متمسك بهذه الكلمة. نعم. لا يمكن أن يتأثر به إلا جاهل أو غبي. وأي واحد كلف نفسه قدرا من التركيز والانتباه سيعرف أن هذا الرجل كذاب وأنه متناقض. نعم. طيب نبدأ بقى يا جماعة، أرجوكم ركزوا في هذه الحلقة، وهي أنا مش عارف هل المناسب إن إحنا ندخل في قصة الذهب الآن ولا الوقت نص ساعة جداً. نص ساعة، وإذا لم نكمل نخصص حلقة أخرى الأسبوع القادم إن شاء الله للإمام يعني الذهبي. ممكن نخصص حلقة أخرى حتى لو كانت غدا، ما عنديش الإمام الذهبي مش هعرف أخد المقاطع حوالي مش مركز يعني 17 لكن مقطع. أنا بقول خلينا لحلقة الذهبي نخليها يوم تاني ده أستاذ الآن محمد. إحنا بدأنا من ساعتين إلى تلت تقريبا صح؟ ساعة ونص بالضبط الآن، خلينا ربع ساعة أو تلت ساعة بس نفتح كده فتحة ونكمل لاحقا، بس ممكن نفتح تشويق لأنه وليفل بعد قليل. أستاذ محمد، لأنه طعنه في الإمام الذهبي هذا يعني الأمر خطير جدا، ولذلك أنا هسألك قبل أن نعرض المقاطع، ما هو سر اتحاد جميع الأطراف الحدادية والنواصب وكل غلاة الأشاعرة، كل من يعني يكره الإنصاف والعدل يطعن في الإمام الذهبي؟ والله هذا سؤال جيد جدا. شوف ابن تيمية طبعا برز لأنه يتكلم في أمور يعني كثيرة وواسعة، لكن يعني الإنجاز الأبرز لابن تيمية في باب العقيدة وفي تنقيح، ويعني وطبعا ابن تيمية يعني رجل موسوعي محرر في أشياء كثيرة في التفسير وفي الفقه وفي الأصول وغيره وغيره. الإمام الذهبي هو كابن تيمية لكن في باب التاريخ. ابن الذهبي في رأيي أنا أنه لم يوجد مؤرخ مثله منذ أن مات، وعلشان كده تلميذه الحافظ ابن كثير حين يترجم الذهبي يقول وبه ختم الحفاظ. وطبعا لم يكن ابن كثير يعرف أنه سيأتي ابن حجر، ابن حجر حافظ عظيم، لكن ابن حجر الحافظ العظيم الكبير يقول عن الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام للرجال. لك أن تتخيل أن تلميذه السبكي على مخالفته للذهبي كان يقول عن الذهبي هو إمام الوجود حفظا وذهب العصر معنا ولفظا. سبحان الله. وهو شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل. الله أكبر. وكأنما جمعت له الأمة في صعيد فهو يحدث عنها حديث من خبرها، حديث من رآها وخبرها. فالإمام الذهبي يعني قدراته كمؤرخ تميز بي ان هو اولا مؤرخ تمام، يعني مش يعني اولا وثانيا وثالثا اللي هقولهم ليس على الترتيب وانما الان على الجمع، هو مؤرخ. لكن المؤرخين عاده زي ما انت عارف كده لما الواحد يبرز في فن قد يضعف في فنون اخرى، يعني اي واحد متخصص في حاجه بيبقى ضعيف العلم في غير تخصصه. الذهبي جمع بين عدد من العلوم تضبط بوصلة المؤرخ، يعني هو مؤرخ وهو محدث من أهل الحديث وله كتب في علم الحديث وله تتبع، وطبعا استدراكاته على المستدرك للحاكم، وفوق ذلك كان فقيها وقبل ذلك درس القراءات تمام. فهو النفس بتاع الذهبي فضلا طبعا عن موسوعيته، النفس بتاع الذهبي عمل إيه؟ خلاه قادر على تقييم عمل المؤرخين والمحدثين قبله، وفوق ذلك فوهبه الله اتزانا نفسيا وعقليا وهدوءا وانشراح صدر، فهو متزن في حكمه على الناس، فلا تجد عنده أبدا لا الحماسة ولا النزق ولا يعني الاندفاع، بل هو يكفكف غلواء الناس بعضهم في بعض. زي كده لما تلاقي اثنين متحمسين فكل واحد فيه كل واحد فيهم رأيه في الثاني سيء، فيجي واحد هادي في النص يقول يعني أحسن في هذا ولكن قوله في هذا ليس جيدا، أو يعني اشتط في القول فيه وغير ذلك. نعم سبحان هذه الله. هذه العلوم، علوم الفقه والحديث والرجال،
والتاريخ. لما جاء الذهبي وكتب موسوعات مثل سير أعلام النبلاء ومثل تاريخ الإسلام وجاء فيها بتراث الأولين واستعرضه، تعليقات الذهبي كانت يعني عايز أقول لك لو لم يظهر الإمام الذهبي سيحدث اضطراب كثير في تقييم بعض الشخصيات والأحداث، لأن الذهبي كان قادرا بالجمع والتعليق على آراء المختلفين، أن يسلك الطريق الوسط التمهيدي، أن يؤلف بين أقوال. نعم. يعني مثلا أنا الآن هدي مثل وأقوله من غير أسماء، واحد بيقول دخلت على فلانة ورويت عنها، دخلت على فلانة ورويت عنها، واحدة من زوجات الصحابة، من زوجات الصحابة أو التابعين، الوهم مني أنا، ورويت عنها، وجاء بقول الصحابي زوجها وهو يقول والله ما رآها أبدا. نعم. تمام؟ ماذا قال الذهبي؟ قال كلاهما صادق، فهو دخل عليها وروى عنها ولم يرها، والرجل زوجها قال لم يرها وهو صادق. وكم روينا عن نساء دخلنا عليهن ولم نرهن. هو الذهبي نفسه من مشايخه نساء، يجلس وكانت المرأة تروي من خلف ستار، فهو أخذ عنها ولكن لم يرها. نعم. تخيل بقى لو الذهبي ما قالش هذا التعليق كان هيحصل إيه؟ لبس عليه. هتلاقي أغلب الناس منحازة إما لقول القائل دخلت ورويت، وإما لقول القائل لم يرها، نعم. في مثال جميل جدا استاذ، وهكذا كثير. استاذ محمد، في مثال جميل نشرته على حساب مكافحة الحدادية امبارح، وهو كلام ابو شامة المقدسي الاشعري، وهو يتكلم عن الامام ابن قدامة الحنبلي، فهو ينتقد ويقول يعني ان هو امام كبير وعالم من اعلام الدين وكذا، وصنف كتبا كثيره وكذا، ولكن كلامه فيما يتعلق بالعقائد في مسائل الصفات على الطريقه المشهوره عن اهل مذهبه، فسبحان من لم يوضح له الامر او يوضح له الامر فيها على جلالته في العلم ومعرفته بالاخبار والاثار. الامام الذهبي يعلق عليه، بيقول ايه؟ بيعلق على ابو شامه، ابو شامه بيقول وهو وأمثاله متعجب منكم مع علمكم وذكائكم. هو يقول له هذا، يقول كيف قلتم، يعني هذه العقائد الأشعرية، ثم يقول وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى، ولا عجب في ذلك، ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر له من هذه الأمة المرحومة. الله أكبر. شوف الكلام، شوف هذا الإنصاف من الإمام الذهبي هو العلامة الكبرى على شخصيته، وهو يعني هذا الإنصاف هو الذي جعله إماما في هذا الباب. نعم. ولا يمكن تقرأ كتابا عن الإمام الذهبي لم يقف وقفة طويلة وجليلة أمام إنصافه. يعني عايز أقول تميز الذهبي من بين كل مؤرخي المسلمين هو في هذا الإنصاف، لذلك أنت تجد يعني لا تكاد تمر على ترجمة إلا مثلا ويقول الإمام العالم البحر الكبير الحافظ محدث البصرة، ثم يذكر لك بعض عيبه. تمام؟ أو يقول وقال فلان أعلم من فلان، فيروح هو يقول إيه؟ نعم هو عالم ومجتهد و و و ولكنه دون فلان في العلم والحفظ. طيب. وكثير هكذا. نعم. تمام؟ كثير هكذا. يعني طب أقول لك على حاجة. أنت عندك سير أعلام النبلاء دلوقتي ممكن تفتحه؟ عندي سير أعلام النبلاء طبعًا. طيب. شوف لو تعرف تجيب ترجمة محمد الباقر. محمد الباقر، أبشر بعزك. أظنها في المجلد الرابع. طيب، سير أعلام النبلاء، أنت اكتب في العنوان أبو جعفر الباقر. طيب، سير أعلام النبلاء وبعدين أبو جعفر، اكتب أبو جعفر الباقر لو على الشاملة، هو في المجلد الرابع. نعم، أبشر أبشر. أنا بس هجيب لك مثال قد يناسب مسألة صابر في موضوع التشيع ودوره في نشر التشيع وفكرة إنصافه يعني اللي احنا بنتكلم فيه. نعم، أبو جعفر الباقر، ثواني كده، هي في ترجمة أبو جعفر الباقر صح؟ هو في المجلد الرابع. طيب ثواني كده، في المجلد الرابع، في المجلد الرابع صفحة، استنى ممكن أحاول أجيبها أهو، لك. خلاص خلاص جبتها أهو، أهو جبتها. طب افتحها لي على الصورة بس لو تكرم. أهو تفضل، أهو أبو جعفر الباقر. تمام. شو بقى أبو جعفر الباقر ده من أئمة الاثنى عشرية. نعم. تمام، يعني هو الشيعة الاثنى عشرية يرونه إيه من أئمتهم اللي هو محمد الباقر. تمام، شوف بقى، شوف الذهبي ترجم له إزاي.
قال لك هو السيد الإمام وذكر اسمه، تمام، وكتب روى عن، نعدي الفقرة دي. نعم كمل كمل يا شيخ مصطفى، يعني انزل في، انزل شوية، كمل الصفحة. اه تمام. اه وهو طبعا كل واحد بيترجم له بيقول هو روى عن مين ومين اللي روى عنه. نعم كمل بقى، اكمل الصفحة اللي التالية. الصفحة اللي بعدها. طيب الصفحة اللي بعدها. نعم. شوف، وشهر ابو جعفر بالباقر من بقر العلم. بقر العلم اي شقه، فعرف اصله وخفيه. شوف بقى، احنا دلوقتي بنتكلم عن امام وهو وصفه بالائمه فوق. معلش، طب خليني ارجع الفقره اللي قبلها. طيب حاضر، ارجع الفقره اللي قبل دي. الصفحه، الصفحه ولا الفقره؟ نفس الصفحه. نعم. يقول وروايته عن سمره في سنن ابي داود، اسمع بقى، وكان احد من جمع بين العلم والعمل والسؤل والشرف والثقه والرزانه، وكان اهلا للخلاف، وهو احد الائمه الاثنى عشر الذين تبجلهم الشيعه الاماميه وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين، فلا عصمه الا للملائكه والنبيين، وكل احد يصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك سوى النبي فانه معصوم مؤيد بالوحي. عليه الصلاه والسلام. شوف هو مدحه ثم رده على الشيعه. نعم. انزل بقى، هو بيقول لك وشهر ابو جعفر بالباقر من بقر العلم، لانه كان ايه يعني بقره، يعني شقه وعرف خفيه. ولقد كان ابو جعفر اماما مجتهدا تاليا لكتاب الله كبيرا. انا مش شايف الجمله لان الصوره تحتها. نعم. كبير الشأن، ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير. شوف بقى هنا إنصاف الذهبي، وده قوله في واحد من أئمة الشيعة اللي صبر، هيقول لك إيه دوره في نشر التشيع. هو بيقول لك هو طبعا عنده علم وإمام مجتهد وتالي وكبير الشأن، لكن هو في القرآن ليس من درجة ابن كثير. ابن كثير المكي اللي هو القارئ صاحب القراءة. ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة، ربيعة رأي شيخ أبي حنيفة، ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب، قتادة بن دعامة وابن شهاب الزهري. فلا نحابي ولا نحيف عليه، ونحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال. الله أكبر. شوف أنت الإيه؟ الإنصاف. نعم. أيوة، الشيعة بيقولوا عليه عارف كل الدين، هو فعلا إمام كبير وعالي القدر، ولكن لا. لا هو في العلم. نعم. في القرآن ليس، لا يبلغ درجة ابن كثير، ولا في الفقه يبلغ درجة أبي الزناد، وهكذا. اسمع بقى اللي تحتها، يقول قال ابن فضيل عن سالم بن ابي حفص، سالت ابا جعفر اللي هو محمد الباقر صاحب الترجمه اللي معانا ده، وابنه جعفرا عن ابي بكر وعمر، فقال لي يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فانهما كانا امامي هدى. شوف الذهبي بقى بيقول ايه، بيقول سالم اللي هو السائل بقى، سالم كان فيه تشيع ظاهر، ومع هذا فيبث هذا القول الحق، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. نعم. وكذلك ناقلها اللي هو ناقلها ابن فضيل عن سالم بن أبي حفص شيعي ثقة. يقول الذهبي فعثر الله شيعة زماننا، يعني أقبلهم أو فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب، فينالون من، أكمل الصفحة التي بعدها. نعم. فينالون من الشيخين، الشيخين وزيري المصطفى، ويحملون هذا القول من الباقر وابنه على التقية. هم الشيعة بيقولوا انه ايه تطير. قاله اسمع بقى بيقول لك ايه، وروى اسحاق الازرق عن بسام الصيرفي قال سألت ابا جعفر عن ابي بكر وقال والله اني لا اتولاهما واستغفر لهما وما ادركت احدا من اهل بيتي الا وهو تولاهما. الذي اريد ان اقوله هنا، هذه الترجمة فيها اولا انصاف الذهبي. نعم. وفيها ثانيا التعريف بالشيعة الأوائل. شوف الاثنين ابن فضيل وسالم، الاثنين الراويين عن محمد الباقر، الاثنين شيعة ويرون هذا، تمام. فيجي واحد ما بيفهمش زي صابر يقول لك ايه، بيمدح الشيعة، دور الذهبي في نشر التشيع، ويجيب لك يعني مقطع من كتابه في مسألة ان هو ايه بيقول لك شيعي ثقة. نعم. ويبقى مش عاجبه، مع انه هو بيقول فعثر الله شيعة زماننا وما اغرقهم في الجهل والكذب. سبحان الله. ايوه، ما هو هذا هو الجهل. انت دلوقتي هو اذا كان بيحضر حلقاته بنفسه، وهو ما اشك فيه جدا، فهذا يدل على جهله وسوء فهمه. نعم. طيب اذا كان حد بيحضر له فهو مش فاهم اصلا هم مين الشيعة الاوائل، ولا كان ايه رايهم.
تمام؟ فهذا يعني يمكن أن يكون مثالا. ودعنا نستكمل يعني غدا إن شاء الله حلقة التعليق على حلقة طيب سورة المشهورة عن خلاص الذهب الأزرق غدا والقضاء للغاية غدا الآن إن شاء الله. غدا يا جماعة، أهو خدنا وعد من الأستاذ محمد، غدا إن شاء الله في نفس إن شاء الموعد الله. أو ربما قبله أو بعده نستكمل حلقة الإمام الذهبي، لأنه فيها حوالي مثلا 20 مقطع، فطبعا التعليق هيطول وهناخد فيه وقت طويل جدا، فإن شاء الله نستكمل هذه الحلقة غدا بإذن الله تعالى في نفس إن هذا شاء الله الموعد مع الأستاذ إن شاء محمد الله. إلهامي حول الإمام الذهبي، حتى تكون حلقة حتى مستقلة، وفيما فات كفاية للتعريف بهذه المجموعات الثلاثة وكيف ربطنا بينها، وكيف يشككون في علماء وفي كتب أهل السنة والجماعة، فهذا مثلا يقول أن التاريخ الإسلامي يعني زور وحرف، وهذا يقول أن كتب السلف أحرقت وأخفيت ولا ندري أين هي، والآخر يقول أن الأمة ظلت من بعد النبي صل من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ربما هؤلاء المعتزلة أو الجماعة اللي هم بيسموا نفسهم معتزلة بالمناسبة، محمد الفايد وهؤلاء وإسلام بحيري وتكوين، فهذا هؤلاء اتفقوا جميعا على نقل المعركة من مع أعداء الأمة إلى داخل الصف الإسلامي حتى نخرج نحن ونرد عليهم، وحتى تستهلك طاقات الأمة قسرا. طبعا الأمة لا نستطيع أن نسكت على هؤلاء، بعض الناس يقول لك انتوا ليه بتردوا عليهم؟ ما يا جماعة الآن هؤلاء يقومون بالتشكيك المسلمين في دينهم، وكما قال الأستاذ ومع محمد الأسف، مع الأسف صار لهم جمهور، وعندهم صار لهم منصات، جمهور مع الأسف. عندهم منصات صدر نعم، مشهور. ممن لا يطيق أن يبحث ويراجع مع الأسف الشديد، نعم وما يضلون إلا أنفسهم. نعم ولذلك احنا بنقول المسألة فعلا تستحق البحث وتستحق الرد، لأنه احنا الآن في زمن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. الحدادية لما ظهرت في التسعينات ما كانش عندهم فيسبوك، ولا كان عندهم يوتيوب، ولا كان عندهم 100 ألف مشترك، ولا 200 ألف، ولا 300، ولا ملايين المشاهدات. النواصب سابقا كان كلامهم على أرض الواقع، ولذلك على فكرة أستاذ محمد آسف آخر شيء، أنا آسف أنا بتدخل، هؤلاء جميعا لو نزلوا على أرض الواقع بين الجمهور لضربوا بالنعال، أنا هذا ما أعتقده. يعني لو واحد من دول طلع يخطب جمعة والنووي هو يقول النووي مات لا يعرف ربه، يا فسق يا فجر، الناس اللي قاعدين تحت في المنبر تحت اللي محمد شمس الدين لما كان يتكلم عن الإمام النووي رحمه الله ويقول أنه مات لا يعرف ربه، وأنه يعني المقطع على فكرة أنت أكيد شفته، مقطع قبيح جدا يتكلم فيه عن الإمام النووي بطريقة يعني لا يمكن لأحد أن يقبلها، حتى الذين كانوا يطعنون في النووي لم يقولوا هذا الكلام يا أستاذ محمد، وهو مسألة إنه النووي هذا مات لا يعرف ربه، هو طبعا قالها هو. مرتين. بس انا صح، انا اريد التاكيد والتركيز على مساله انه المساله حقيقتها ليست متعلقه بالنووي او بالذهبي كاشخاص. المساله متعلقه باضلال الامه كلها جمعا غفيرا. نعم يعني انت لما تيجي تقول مثلا اينشتاين ما بيفهمش في الفيزياء، هذا مش اسقاط لاينشتاين، هذا اسقاط لكل البيئه العلميه التي تعترف لاينشتاين هذا بالامامه في هذا العلم. لما جه دافع عنه يقول لك انت بتعبد اينشتاين، انت تقدس أيوة اينشتاين. مثلا، هي الفكرة هو مش مسألة النووي في نفسه، نعم المسألة في إنه أنت تزعم الآن أن إماما اتفقت الأمة على إمامته وجلالته، أنت تأتي لتقول إن كان حقه التكفير أو التبديع أو التفسير. نعم يعني مش مشكلة أبو حنيفة في نفسه، فكان خلف أبي حنيفة، خلف أبو حنيفة في أقوال. المشكلة في أن الإسقاط الأمة التي قرأت لأبي حنيفة وسمعت من أبي حنيفة وتتلمذت على أبي حنيفة وتلقت هذا بالقبول، زي يعني بتوع تكوين لما بيطعن في البخاري ومسلم. إذا لم يوجد البخاري أصلا، إذا لم يوجد أصلا كانت ستوجد الأحاديث. نعم البخاري ده يعني عالم جمع العلم أو جمع الحديث على منهج علمي ثم أقرته الأمة، يعني أعطته يا الشهادة نعم شهدت له. بجودة عمله، نعم فالطعن فيه طعن في الأمة ليس طعنا في شخص البخاري. نعم فهم الجماعة دول متفقين على ضلالة الأمة، لكن هم مختلفين متى ضلوا. في الناس بتوع تكوين دول شايفين إن الأمة ضلت منذ أن اتبعت الدين وخلاصها في الانسلاخ من الدين. ناس زي الحدادية دول شايفين إن الأمة ضلت منذ أن ظهر فيهم الأشاعرة، ومنذ أن يعني سكت الناس عن كل علماء الأشاعرة.
واحد زي صابر مشهور ده شايف ان الامه ضلت منذ ان اعتبر الناس ان علي بن ابي طالب خليفه شرعي. نعم، منذ فتنة معاوية أو فتنة مقتل نعم. عثمان يعتبر إن هذا يعني خلاص دي بداية ضلال الأمة وضياع الأمة الامه ضلت وضياع الإسلام. ولم يفلح فيها غير الامويين، ومن بعد الامويين خلاص، وكلهم يزعم التشكيك في هذا التراث العظيم. بتوع تكوين بيشككوا في تفسير القرآن وفي ثبوت الأحاديث، الحدادية دول بيشككوا في زي ما انت عرفت فيديو شمس الدين ان كتب أهل السنة اختفت مع سيادة الأشاعرة في بعض الفترات التاريخية، مع اني اؤكد انه سيادة الأشاعرة في بعض الفترات التاريخية لم تكن سيادة فكرية، يعني السلطة الدولة لم تستخدم سلطتها في مطاردة كل الناس، ده هي السلطة كانت تتدخل حين تحدث بعض الفتن. نعم، وعلى فكرة برضو السيادة دي برضو قبل الإمام ابن تيمية، لماذا يقول من أول ابن تيمية؟ بل هي من عصر النووي وقبل النووي كمان، يعني هو يقول من نعم، أول عهد ابن تيمية. خصوصا وإن المماليك الذين كانوا في عصر النووي ومن بعده، المماليك لم يكونوا أهل علم وإنما كانوا أهل حرب وجهاد. يعني النووي لما توفي في عهد السلطان الظاهر بيبرس، الظاهر بيبرس واحد مسك مصر والشام أيام ما كان فيها مغول وصليبيين، ويعني ضرب في المغول وفي الصليبيين وفتح أرمينية، ما كانش يعني واحد قاعد إيه مركز في مسألة الأشياء وما كانش يفهمها أصلا. نعم، وابن تيمية ما كان في زمن النصر ابن قلاوون، وبرضه كان في شيء، كان في صليبيين، بقايا صليبيين من بعد ما الأشرف خليل فتح عكا، ولكن بعده بعد ابن تيمية أكمل السلاطين الفتوح وفتحوا قبرص وفتحوا كريت. فأنا بقول لك يعني السلطة في ذلك الزمن، سلطة المماليك، لم تكن سلطة أهل علم، نعم. فما كانوش يعني ده، يعني عايز أقول لك ما فيش سلطة في الإسلام طاردت مذهبا واعتبرت أن هذا شيئا، حصل هذا كشذوذ، نعم. يعني كالمأمون مثلا، لكن مع ذلك المأمون لم المأمون في زمنه لم يستطع أن يقول كل علماء الأمة، يعني الذين كانوا في مصر والذين كانوا في المغرب العربي والذين كانوا في الأندلس، لم نعم. يستطع المأمون أن يفعل لهم نعم. شيئا. نعم. المأمون قدر يضطهد الناس اللي في العراق وبعض من في الشام لأنه هذا كان موطن جهاد، والمأمون نفسه مات مجاهدا، نعم. المأمون مات ودفن في طرطوس الآن في تركيا لأنه مات نعم. وهو في جهاد. والله يا أستاذ محمد الحديث ذو شجون، وإن شاء الله نكمل غدا ماشي، الإمام نكمل الذهبي، غدا إن شاء الله. على وعد إن احنا نكمل نتكلم عن الإمام الذهبي واتهام الإمام الذهبي بنشر التشيع في العالم الإسلامي، هذه التهمة الشنيعة بسبب جهل هذا الرجل بطريقة الإمام الذهبي في إنصاف الرجال. وأنا قبل الحلقة ربما قلت لك يعني أنا تعجبت لما بدأت، أنا بدأت أقرأ في سير عالم النبلاء وبنشر منه مقتطفات، حقيقة تعجبت من نفسية هذا الرجل. أنا شخصيا أنا بتكلم عن نفسي لما بكون مثلا كاره واحد أو مخالف ليا، من الثقيل على نفسي إن أنا أمدحه أو أقول نعم الصفات الحسنة الحميدة فيه. أنا أتكلم هذا، أنا بتكلم عن كثير من البشر، هذا طبع في البشر. يعني مثلا الآن ما ينفعش أطلع أقول إيه والخميني هذا كان رجلا مش عارف كذا وكان في كذا، اقول الصفات الحسنه فيه وبعدين اذمه، لا ما اقدرش، انا لازم اقول ده كان ابن 60 في 70 وكذا. الامام الذهبي يعني انا مش يعني مش بقول كل الناس كده، لكن حقيقه هذا الرجل يعني نفسه طابت كده وهو بيكتب هذه، لذلك يتهموه بالتمييع، يتهموه بالتساهل، يتهموه بالمجامله، وسبحان الله يعني شيء مثل ابن تيمية. يعني ابن تيمية طبعا الذهبي الإنصاف ظاهرة واضحة فيه جدا، ابن تيمية لسانه حاد يعني ليس كالذهبي، لكن قصدي أقول ابن تيمية أيضا لا يطيق مثلا الحدادية ما يقوله ابن تيمية من مدح أحيانا في الأشاعرة، نعم، أو أم لا إعذار، يطيقون. يعني الإعذار ابن يتهموه تيمية كان بالإعذار، لديه فصل واضح نعم بين المسائل، فهو أنا أتذكر حين قرأت كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة كان هذا قديما، كان يقول إن ابن تيمية له من الأشاعرة ثلاث مواقف، فهو إذا كان الكلام عن الشيعة فهو يتكلم عن الأشاعرة باعتبارهم أهل سنة. نعم تمام؟ فأقصد أقول الفصل الواضح ده، إنما تجده بقى هذا الإنصاف وهذا الهدوء والاتزان النفسي تجده في غاية الوضوح عند الإمام الذهبي. ولذلك الإمام الذهبي مما يأخذه على ابن تيمية حدة لسانه وهو شيخه. يعني الإمام الذهبي له في ابن تيمية مدح طويل. ابن الذهبي هو صاحب المقولة التي تقول ابن تيمية لم أرى مثله ولم يرى هو مثل نفسه، نعم، وكان يأخذ على ابن تيمية أنه إيه عنده حدة لسان، فهذا يعني يعطيك تصورا عن
شخصية الذهبي واتزانه ورحابة صدره لخلاف المسلمين. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أستاذ محمد على هذه الحلقة. إذن إخواني وأخواتي نختم عند هذا الحد، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا مع حلقة للرد على حلقة صابر مشهور التي يتهم فيها الإمام الذهبي بنشر التشيع. شكرا للأستاذ محمد على الحضور وتلبية الدعوة، شكرا لكم على المشاهدة. نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.